السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدكة، والحديث عن دوري عمان تل للمحترفين. الجولة رقم 24 اللي أقيمت من خلال اليوم أربع مباريات. قبل ذلك راح نتحدث عن نادي النهضة وخسارته في كأس الاتحاد الآسيوي وبالتالي خروجه نهائيا من هذه البطولة، وبعدها راح نناقش قرار لجنة الانضباط بإيقاف أخصائي العلاج بنادي فنجة 8 مباريات وإيقاف مدرب نادي صحم 6 مباريات، وأكيد الأخوة لهم تعقيب وتعليق على قرار لجنة الانضباط. وبعدها راح ندخل في الأربع مباريات اللي شاهدنا منهم مباراتين عبر قناة عمان الرياضية ومباراة تم تسجيلها اللي هي مباراة ظفار والعروبة ستبث في وقت لاحق، أما مباراة الشباب والسويق فالمباراة لم تصور نهائيا. أرحب بداية هنا في البرنامج برباع الدكة هلال مخيري ومحمد العاصمي وسيف الجابري وهيثم خليل، مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا فيكم. ندخل مباشرة في الحديث عن النهضة. نادي النهضة اليوم واجه نادي الوحدات الأردني والمباراة انتهت لمصلحة أصحاب الضيافة نادي الوحدات بنتيجة 4-0. هلال يعني نتيجة كبيرة وفي نفس الوقت طبعا أكدت خروج نادي النهضة من كأس الاتحاد الآسيوي. نعم بدها يتم بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكم، مساء الخير للمشاهدين الكرام. صراحة النتيجة صحيح إنها كبيرة، ولكن اللي يشوف النهضة بكل أمانة وحيادية، اللي يشوف النهضة تحديدا في أول 35 دقيقة يمكن هدفين محققات أضع سعد المرزوقي اللي كان نجم النصف الشوط الأول في أكثر من محاولة، وكانت في تسديدة نفس الشيء من الشيخ علي. يعني 3 فرص هذه كانت محققه للتسجيل، وكان حتى في اتزان في طريقه اللعب صراحه. يعني قدم يعني 35 دقيقه هو كان الافضل، حتى كان معلق المباراه وانا اتابع المباراه قبل الانتقال، يعني انتقلي للدور المحلي لمتابعه الدور المحلي. يعني قدموا 35 دقيقه بشكل جيد صحيح. فيما بعد تقدموا الوحدات بهدف اللي هو من ضربه يعني حر مباشر، وقدر محمد ذيب يلعبها براس لاعب خبره، يعني قدر ان يتصرف هذيك الكره، عطت مجال عبد الله عامر ذيب نعم محمد ذيب فكان نعم يعني شفيع يعني الشفيع يعني النقد اكثر من عامر شفيع يعني اكثر نعم. من كوره للوحدات. بس النهضه عجبوني في اول 35 دقيقه، فيما بعد يعني اصبح هناك الشعور انهم يتقدموا للاكثر، ما كان في اتزان، فقدوا الاتزان فيما بعد، وتعرف لاعبين نادي الوحدات كانت خبرتهم ارجح في ارضيه الملعب. انا متاكد كل التاكيد اللي اقول للنهضه هارد لك، واقول للوحدات الاردني مبروك. متاكد انه النهضه المستوى اللي قدمه في اول 35 دقيقه لو يستمر هذا المستوى معاه في الدوري صدقني رايح يكون حتى في اخر 3 جولات هذه رايح يكون لشان، يعني ما اعتقد انه بيكون في المعمعه هذه مال النزول او ما شابه، بغض النظر عن 6 نقاط جن ولا ما جن. يعني قدم مستوى صراحه شيء جيد يعني جدا ممتاز في اول 35، حتى الهدف فيما بعد تغيرت مجرى المباريات تماما لنادي الوحدات. نعم سيف، يعني بالتالي النهضه يعني خسر كاس الاتحاد الاسيوي، في نفس الوقت هذه المشاركه ارهقت الفريق محليا. هذه المشاركه اللي جابت لغط كثير صراحه خالد. يعني مشاركه النهضه في هذا الموسم اول شيء من قضيه 6 نقاط، من قضيه ايضا ان الوضع النفسي اللي كان عليه الفريق من جراء هذه القضية مشاركته في هذه المجموعة، وكان يعني في البداية كان جيد خاصة في المباريات الأولى في البطولة، لكن رجع يعني عمل تراجع كبير، عمل دروب في الفريق، وهذا راجع طبعا للضغط الكبير اللي على الفريق في الدوري. كل الإرهاصات وكل العمل اللي هو يعني أو كل النتائج السلبية اللي عليها الفريق في الدوري للأسف أنها ظهرت على مستوى المشاركة الخارجية. يمكن اليوم الفريق ما كان عنده شيء يخسر، أنه كانت أصلا حتى لو اليوم فايز كان مرهون أيضا بنتائج فرق نعم. أخرى يعني ما كانت بالتالي يمكن لعب مثل ما تفضل أخوي أبو حمد، يمكن لعب الفريق بحرية إلى حد معين. فريق من هذا كنا نحن ما نختلف على أن إمكانيات اللاعبين جيدة خالد، وفريق جيد، ممكن هذا مش موقع الملام. نحن لو رجعنا لو كان الفريق نفسيا في عنده 6 نقاط هذه المخصومة كان ممكن كان يكون وضع الفريق افضل، ممكن يشوف في وسط الترتيب على اقل تقدير، لكن هذا هو الوضع. حال النهضه حال الانديه كل اللي شاركت خارجيا باستثناء يمكن السيب اللي يعاني في الدوري هو الوحيد الحاله الخاصه في هذا الموسم اللي يعني عمل فارق جيد ووصل للدور قبل النهائي في البطوله الخليجيه، لكن النهضه يعني الله يعينهم بالصراحه، الوضع اللي هم يعني اللي هم فيه لا يحسدوا عليه صراحه، يعني وضع لا يحسدوا عليه.
لكن المشاركة للأسف يمكن خالد هاي تحتاج إلى حلقة كاملة احنا نتكلم عنها المشاركة الخارجية. نعم. أكيد ما بصدد ان احنا نتكلم عنها الحين، لكن خروج النهضة قد يكون رب ضارة النافعة، على وعسى انه هو يتفرغ للثلاث مباريات المتبقية عنده في الدوري. نعم. ويحاول مثل ما قال أخوي هلال انه الفريق يتمتع بإمكانيات جيدة وعنده لاعبين جيدين وعنده فريق يعني لاعبين محترفين ايضا لا بأس فيهم. فبالتالي ممكن يرجع ويحصل على 9 نقاط بغض النظر عن مسألة 6 نقاط وعودتها. اكيد عودة 6 نقاط مع 9 نقاط اخرى صحيح راح تودي الى مراكز الوسط، مراكز الامان التام، وراح يترك الفرق الاخرى كلها 4 أو 6 فرق تقريبا تحته. لكن هذا الكلام يحتاج الى عمل، هو عليه ان يركز على 9 نقاط القادمة في الدوري، لكن لا ينتظر الحين قضية الاتحاد هي قد تأهل، لأنه في خالد مستجدات النهضة اليوم أنه كان في جلسة اليوم للنهضة. نعم. أنا يمكن أشرت لك أمس أنه نعم. تم كان في جلسة مبدئية. نعم. وكان بحضور طبعا جميع الأطراف الاتحاد والنهضة ولجنة التحكيم الرياضي أتوقع مع المحكم، وبالتالي اللي صار أنه في جلسة يعني مداولات راح تتم. هذه الجلسة راح تتم أعتقد خالد راح تكون يوم الأحد مش القادم اللي بعدها، يعني هلال اعتقد ان ياسين نادي فيه انه هو ان يكون بشكل مبكر، يعني ان تكون النتيجه قبل ما راح يصير، لكن ما اعرف الى اين سيذهب الامر، ولكن على النهضه نسيان هذه المساله خالد وتفكير في 9 نقاط الموجوده في الدوري. نعم. طيب محمد، راح نتحول للحديث عن موضوع اخر اليوم، طبعا قرار لجنه الانضباط بايقاف اخصائي علاج نادي فنجس 8 مباريات، وايقاف بنشوف اذا كان ممكن نشوف القرار حتى على الشاشه، وايقاف برانكو مدرب نادي صحم 6 مباريات مع غرامة أيضا مالية على المدرب حوالي 150 ريال. أولا خالد أمس عليك وعلى جميع المشاهدين وإخواني أيضا هنا في الدكة. مثل ما ننتقد أبو تركي أيضا يجب أن نحن نشيد. نعم. وهنا أشيد بلجنة الانضباط بأنها أسرعت في اتخاذ القرار قبل. نعم. أنت أمس ذكرت هذه الجزئية. نعم، قبل لعب الجولة، وبالتالي تم إيقاف المدرب صحن 6 مباريات مع غرامة 150 ريال، إضافة إلى إيقاف أخصائي علاج فنجا 8 مباريات أيضا. طبعا المباريات هتنتهي ولكن سوف تستكمل في الموسم القادم، وبالتالي هذا هو قرار لجنة الانضباط، والقرار قابل للاستئناف بالنسبة للناديين في حالة رغبة الناديين للاستئناف. حقيقة أيضا القرار ما أتى قرار فقط، أتى القرار مشفوع بشرح كامل للحيثيات والتقارير التي وردت للجنة الانضباط. نعم. وشرح تفصيلي ل3 تقارير، أعتقد تقرير مراقب المباراة والحكم الرابع وتقرير المقيم أعتقد أو الحكم. المهم 3 تقارير تشابهت التقارير بشكل كامل أو متكامل، من حيث أنه مدرب صحم هو من ابتدأ بالشتم، وأيضا حتى الألفاظ مذكورة في التقرير في حيثيات القرار. نعم. ومن ثم اخصائي العلاج بالنسبه لنادي فنجا حسب اللي مكتوب في القرار. نعم. قام بدفعه. نعم. هذا القرار صراحة. يعني اللي هو العقوبه طبعا، لكن نعم. قبل ذلك انت اللي تتحدث عنه محمد، طبعا كان في صفحات سابقه، لكن هذا هو القرار اللي صدر بايقاف اخصائي العلاج 8 مباريات، اما المدرب 6 مباريات مع غرامه ماليه. تفضل محمد. نعم. انا ما ادري هنا انا اللي لاحظته يعني لماذا الغرامه الماليه لمدرب صحم بينما اخصائي العلاج بدون غرامه ماليه؟ نعم. اعتقد انه ايضا في الحيثيات مذكوره او مذكور نص المواد التي طبقت في هذا القرار. على العموم اعتقد انه ايضا اشتمل القرار على قبول احتجاج نادي صحم شكلا ورفض موضوعا. القبول الشكلي بمعنى انه قدم في الفتره المحدده، في الفتره الزمنيه المحدده. نعم. لم تمر الفتره الزمنيه المفترض فيها الاحتجاج، فهذا قبول شكلي. نعم. اما قبول موضوعي هو من حيث المطالبه باعاده المباراه في ملعب محايد، والمطالبه بال3 نقاط هذه رفضت بالنسبه لنادي صحم، وبالتالي العذر او القرار لان المباراه فنيا لم يحدث شيء في ارضيه الملعب، وانما ما حدث هو خارج خطوط الملعب، وتم التعامل من قبل الحكم بهذا الخصوص وتم ابعادهم. الملاحظ هنا ابو تركي ان لجنه الانضباط استخدمت العقوبه الاقصى اللي هي 8 مباريات. نعم. ما ادري انا في حيثيات القرار هناك ذكر ايضا او الى نهايه الموسم، فما ادري هنا ايهما يعني هنا دائما تاخذ العقوبه
الأشد يعني. إذا كان الموسم متبقى فيه ثلاث مباريات فتستكمل ثمان مباريات في الموسم القادم. إذا كان بالنسبة للعقوبة محمد هل تراها مناسبة أم فيها مبالغة أو بالعكس خاصة فيما يعني بالنسبة للمدرب نادي صحن؟ شوف بالنسبة للمشهد اللي شاهدناه أنا أعتقد أن العقوبة مناسبة. لأن أيضا ما ممكن أنك تشاهد مثل هذا المنظر مدرب مرمي في الأرض ويكون لإيقاف المباراة وثلاث مباريات. أنا أعتقد أن العقوبة الأشد مناسبة. أما من حيث هل العقوبة هذه صحيحة وحقيقية ومناسبة للناديين، التقارير اللي وصلت للجنة الانضباط تقول يعني تحكي الواقع، وبالتالي لجنة الانضباط استخدمت المادة التي تنص على المعاقبة في مثل هذه الحالات. إذا كان هناك خطأ يعني فأعتقد أنه من التقارير وليس من لجنة الانضباط. من لجنة الانضباط. من لجنة الانضباط. طبقت المادة. تعتمد نعم على التقارير. نعم. طيب هيثم خليل تعقيبك على قرار لجنة الانضباط. بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي على الجميع، أمسي عليك خالد. طبعا القرار صدر بعد يعني أنا كنت أتوقع حقيقة الأمر مغاير، يعني الشاهد أو الموجود أو اللي تم استدعاءه هو الحكم الرابع من قبل مقيم الحكام، وهو كان أقرب إلى الحالة وأقرب إلى الموضوع. يعني حسب ما ذكر أنه هناك كان تلفظ، وإحنا جميعا اطلعنا على نوع هذا التلفظ اللي هو غير لائق بكل تأكيد ولا يمت بصلة لكل يعني في الرياضة، يعني حتى غير مقبول في 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 بلد المدرب المباراة أن يتلفظ بهذا اللفظ. لكن بصراحة تفاجأت أنا أنه يعني الجميع كان يتوقع من القرار الذي سيصدر بأنه يمكن العقوبة بأكملها ستقع على الفريق، على فريق نادي فنجة، على يعني على معالج الفريق سعيد البلوشي، على ردة الفعل اللي كانت من عنده. لكن طلع القرار أيضا أنه المدرب مدرب الفريق أنه يحرم ويغرم. موضوع الغرامة حقيقة هذه يعني أنه يعني أنا ما كنت متوقع أنه يغرم مدرب فريق نادي صحم، لكن المبلغ مش المبلغ اللي هو نعم بغض النظر هو المبلغ طبعا، احنا أنا ما أتحدث عن المبلغ لكن أتحدث على موضوع الغرامة. فبالتالي المعالج يعني عندما قام بهذه الواقعة، عندما قام هو يذكر أنه بدفع مدرب نادي صحم، فبالتالي كان يفترض أنه أيضا تكون هناك غرامة بالمثل، يعني مو فقط تكون الغرامة على مدرب نادي صحم، لأن هم طرفين الآن أدينوا في هذا الموضوع، إذا كان معالج نادي فنجة وإذا كان مدرب نادي صحم. فعموما القرار صدر يعني وتم يعني دفع، يعني المفروض الآن المدرب فريق صحم اللي أيضا أنا أعتقد احنا شاهدناه طبعا جالس على المدرجات، نعم، ويعني اليوم فريق ايضا ما قدم المستوى المطلوب. لكن انا يعني القرار حقيقة يعني تفاجأت به بصراحة، يعني بالنسبة للغرامة على المدرب. يعني المشكلة الحين في الغرامة ولا في عدد مو فقط الغرامة يعني الآن وما باقي شيء على الموسم بيروح المدرب بيجي غيره. هو اللي كان شاهد على هذه الحالة هو الحكم الرابع، وتم فهو يعني ما حد بالموجودين يعني جميعنا لم نسمع بالتلفظ اللي قام به، من عرف يعني يبقى الحكم الرابع هو الأقرب، شاهد العيان هو الأقرب طبعا، هو اللي تم أخذ. فإذا كان هذا الشيء طبعا لا أحد يرتضي أن 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 يقوم هذا المدرب بهذه الفعلة بسبب، لكن أيضا كان أنا يعني القرار غير يعني أنا بالنسبة لمعالج فريق نادي فنجل كابتن سعيد البلوشي، يعني أعتقد أنه اللي قام به أمر غير صحيح، يعني كان لا هذا نتفق عليه هيثم، نعم يعني كان ما حد قال عمل صحيح، لا يعني أقصد أنه كان أيضا يفترض بغض النظر عن قيمة المبلغ أيضا كان يفترض أنه توجه له غرامة مالية يعني 150 هي لا مو عن 150 طيب. أنا أتحدث يعني بقيمة المبلغ، نعم لكن هذا نص المادة على فكرة ضرب يعني واحد المادة تقول 300 فهم ما أخذوا 150 يعني ثمان مباريات، يعني ليش غرمت المدرب أنت ما غرمت بينما لخصائي العلاج العقوبة الثانية هي 150 ريال
فهي اخذت المباراه بالنص يعني ومع ست مباريات فاخذت طيب نص. انا باخذ راي هلال وسيف في الموضوع، لكن قبل ذلك هلال يعني بالنسبه لصحن المدرب يعني خلاص الموسم منتهي وايقاف ست مباريات، بالتالي يعني ماذا عن المدرب القادم؟ اكيد طبعا ما له علاقه بالموضوع اطلاقا، هو ما في يعني علاقه بالموضوع. شوف الان صحم يعني حتى من رئيس نادي صحم عادل الفارسي ذكر معنا حتى انه المدرب احتمال انه يروح عشان يستكمل اجراءات بعض الفحوصات او ما شابه، او انه هناك عائلته غلقانه عليه بعد الحادثه اللي حصلت. هذا كان في البرنامج. الان المدرب موقوف، الان المدرب موقوف. انا اتوقع من وجهه نظري خاصه انه الفريق في مأمن، ما له حظوظ لا ياخذ بطوله ولا انه عنده تخوف انه الفريق ينزل. فيعقوب يعني من بدايه الموسم مع الفريق مع المدرب السابق عارف كل الاسماء، فهناك الخيار متروك لاداره نادي صحم تحديدا. يعني هي عندها الخيار في رحيل المدرب، في بقاء المدرب. المدرب ما يقدر يقود يعني الفريق في هذه الفترة، ولكن يقدر ان يعني يخوض معهم الحصص التدريبية وما شابه ويحضر مثلا في المدرج، لانه مش ممنوع من دخول الملاعب، لا ممنوع من اغاثة يعني موقوف عبارة، فمن حقه انه يكون في المدرج والموسم انتهى. صحيح، هذا جانب. انما المشكلة يعني كعقوبة انا ما اريد على الحادثة، ولكن يحس في النفس صراحة يعني مش تعاطف، ولكن يعني اقول هذا الكلام من خلال معرفتي بالشخص تحديدا. نعم. خاصة سعيد البلوشي ما كنت يعني متمني انه حتى لو دفع ولا شيء. سعيد عكس هذا الكلام بتاتا، يعني عمرنا ما سمعنا عنه، اشتغل في كثير من الأندية في المنتخبات، رجل متزن. فهذه مسألة يعني ما كنت متوقع انها من سعيد. لكن انما إذن كعقوبة بما انك انت قلت هالشيء وقلنا قبل هذا اليوم، نعم يعني بشو تفسر اذا اللي حصل؟ معناه انه يعني استفز، نعم، بطريقه ربما كانت يعني بعض الصور اللي اخذت من الحادثه توحي، نعم، انه هناك في دفع، انه هناك ممكن في ضرب، ممكن في حركه. نعم. هي الحركه من خلال الصور اللي لاحظنا هناك في حركه تنم عن حدث. نعم. الحدث هذا يا لكمه يا دفعه. فهذا كانوا الغريبين اللي موجودين، حتى مساعد مدرب نادي صحم كان غريب من الحادثه. لو لاحظنا في الصوره الحكم الرابع كان غريب من الحادثه، مدير الفريق او ايمن كان غريب من الحادثه، واكثر من شخص غريبين من الحادثه وغريبين من المدرب لما كان استوى هذا الفعل. لا هو على العموم واضح ابو حمد من العقوبه ايضا، نعم، ان التقارير هي كانت الفيصل. لا انا جاي لك في هذه الجانب، انما كعقوبه يعني على مستوى الحادث وعلى مستوى اللي حصل وعلى يعني الحادثه هي كمضمونها، انا اشوفها صراحه عقوبه مش طرفين، يعني اشوف كثير سهله. كثير سهله؟ نعم كثير سهله. انا اشوف سيف جبري انه ثمان مباريات اتفق مع هلال يعني في هذه الاحداث مفروض اكثر يعني. ممكن في يسال سائل وتكلمت انا مساله سعيد الفارسي لما دفع الحكم، نعم، وقلت لك يعني صعوبه اذا تذكر هني من خلال هالكلام. انا ما بري نفسي من اي حاجه كانت، نعم، وقلت صعبه يعني كثير على سعيد، لان العمل كان مشاهد وكنت اتمنى انه يكون تحقيق دقيق مثل اللي حصل في هذه الحادثه. لكن انت وصفت ايقاف سعيد بنهايه الموسم بانه كثير وهني تشوف كثير، لان الحادثه كانت واضحه انه في دفع. الحكم في وجهه نظري هذا كلام انا مسؤول عنه، الحكم تصرف حكم الرابع، انا اقصد تصرف يعني تجاوز حكم الساحه. ابو حمد لحظه خلينا اسمح لي بس بوضح لك نقطه، ترى عقوبه سعيد هي نفس العقوبه اللي اتخذت على برانكو، ست مباريات بس سعيد، لانها نهايه الموسم لا هي العقوبه الاشد. احنا متفقين انه الاثنين سواء تلفظ او دفع نهاية الموسم. لا يعني شوف احنا متفقين نهايه الموسم مباراتين محمد، احنا متفقين انه دفع او انه تلفظ هي حش المشاهدين، يعني عقوبه ما نتمناها في ملاعبنا. صحيح، صراحه ما نتمناها في ملاعبنا، ولكن كنت اتمنى انه كل الاطراف المعنيه بهذه الوضعه انه هناك يكون في تحقيق شامل للوضع، لانه في لكل فعل رده فعل. سعيد اليوم أنا يعني سعيد واللي عارف سعيد اكيد انه هناك هو سمع كلام زين نفس الشيء سعيد لكن اليوم رد فعل. وانا قلت هذا الكلام
اليوم احنا عايشين في بلد في كل غانون سعيد وسعيد كلهم مخوا فيه. اليوم نتكلم في غانون لا سعيد اسمه طيب هي من العقوبه الاشد العقوبه الاشد لمن؟ لسعيد البلوشي ايوه هو يشوفها قليله ايوه ولكن المدرب انت لما تشوف الشاهد الحادثه حاله صارت رده فعل طاح المدرب طيب هناك ما بيها هذا ناخذ راي سيف الجابري تتفق مع هلال ان العقوبه قليله؟ انا مستغرب صراحه من القرار ما عشان العقوبه قليله شوف خالد انا يمكن ما حصلنا وقت نعلق على هذا الموضوع لكن في جزء الحين لازم نعلق بقول الحين اول شيء احنا يعني كنا بين نقول نعم او لا في حال الضرب او لا في نزلت صور في مع الزملاء في جريده عمان وكانت صور واضحه جدا تعطي ايحاء كبير جدا بمساله تعمد الضرب نعم طيب تعمد الضرب هذا طريقة اللطم طريقة استخدام الكف استخدام دفع يعني الضرب احنا ناخذ كلمة الضرب زين الضرب مختلف عن الدفع معلش بس خلينا اقول محمد خلينا اخلص كلامي تفضل الخطأ الكبير اللي قاموا فيه الحكام في المباراة اولا انهم ارسلوا الشخصين هذول الى المدرجات عشان يضاربوا للاسف الشديد لم يكن من بينهم حكيم انه يرسل السعيد البلوشي الى المدرجات نفس الجهه ويلحق وراء المدرب في نفس الجهه علشان المفروض خارج الملعب تصير مشكله ثانيه هذه وحده ثانيا يتحمل كل هذا الكلام اللي هو مساعد الحكم الرابع هو من اعطى التقرير ماله لمراقب مقيم الحكام يفترض موجود في المدرجات لا يعلم ما الذي حدث حتى في التقرير اللي كتبه مقيم الحكام كتب تقرير بناء ما ذكره إلى من الحكم الرابع هنا أنا أحمل المسؤولية كاملة إذا كان هذا الكلام صحيح حصل بالفعل إنه هو كتب مسألة إنه دفع تختلف عن ضرب لأنه يا خالد تقرير مقيم الحكام يختلف عن مراقب الحكام مراقب الحكام كاتب حرفيا تقريره هذا في القرار تقرير مراقب مباراة نادي فنجي ونادي صحم المقامة تاريخ 8 أوضح في الدقيقة 56 وإثر مشادة كلامية بين مدرب نادي صحم وأخصائي العلاج الطبيعي طبعا هو ما يعرف إيش المشادة زين لنادي فنجي سعيد البلوشي القام من هذا المقيم مراقب المباراة أيوة زين قام أخصائي العلاج لنادي فنجي بضرب شوف خالد مكتوبة بضرب مدرب نادي صحم خارج المنطقة الفنية ولا في المدرجات وملعب مسؤول عنه زين حيث ارتمى على الأرض هني الكلام كيف يعني ارتمى على الأرض يعني ارتمى من جراء الضرب ولا ارتمى يعني هو كذا عيبته يعني ضربه شوية وطاح يعني ويمزح معاه هذه هي يعني هذا كلام عايم نحن ليش اليوم عندنا إشكالية في تقاريرنا تفسير واضح يكون لا معليش بس ابو تركي لو سمحت لحظه في نقطه مهمه انت ذكرتها ابو حمد وقلت انه في جريده عمان الصور واضحه انا ما اقول لك ضرب محمد انا ما اقول لك ضرب قال تعطيك ايحاء لا احنا من الحين ما جالسين انا لانه في عناصر موجوده جنب الحادثه وتدخلت قبل لا حتى طيب هذا واحد منهم اللي ذاكر تقريره هذا واحد ايوه وفي تقريرين اخرين للحكم والحكم اول شيء يا اخي العزيز المساله اخذت يعني قرار لجنه الانضباط مبني على قرار على ما كتبه الحكم الرابع اللي هو اصلا عطى هذا المعلومات حق مقيم الحكام تقريره واضح ضمن دور المحترفين المقام اوضح في الدقيقه 56 من الشوط الثاني تم استدعاء الحكم كيف تم استدعاء الحكم يعني معناه نقل له ان الحكم استدعى وابلاغه من الحكم الرابع بان مدرب نادي صحم تلفظ بالفاظ بذيئه يعني الحكام نقلوا لي مقيم الحكام نقلوا للمقيم الرابع نقل لحكم المباراه تقرير المقيم جاء بناء على تقرير الحكام نعم الحكم الوسط ما شاف اللعبه ما شاف الحدث صح طيب انا اقول لك الحين الوحيد اللي اخذ الكلام هذا لان في كلام مكتوب كلام غير لائق حصل من وذكر مثلا ايش اقول لك الحين اقول لك انا قضيه احنا متفقين على الخطا من المدرب اذا كان بالفعل هذا الكلام صدر من اللي هو المدرب وبهذه اللهجه اللي كتبها شو اسمه اللي صادره في القرار انه الكلمات اللي ما نريد نقولها انه هذا الكلام حصل من 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 المدرب نعم يعاقب لكن السؤال هل المدرب دفع ولا ضرب؟ مكتوب ضرب ايوه معلش ترى بقول لك
إذا كان محمد خليني أكمل لك بس الفكرة. إذا كان دفع هي حالة من حالات الضرب، إذا كان ضرب، إذا كان ضرب سعيد ترى شوف سعيد أخونا أنا صديقه سعيد اشتغل معي في المنتخبات ورجل والنعم فيه. إحنا نتكلم اليوم مش عن سعيد وعن فرانكو، إحنا نتكلم عن حالة أمامنا. الحالة اللي إحنا شفناها من خلال التصوير الفوتوغرافي اللي شفناه في الجريدة، في بقول لك شيء يا محمد، أنا أراهن مراهنة شديدة، أراهن إن الحكم الرابع شاف حالة الضرب. على أي أساس؟ بقول لك ليش؟ لأنه حتى في الصورة اللي جات، شوفوا تذكروا رجعوا معي واضحة الصورة اللي جاء. بقول لك ليش؟ لو أنا كنت موجود من ضمن المنظمين والرسميين، بقول لك بس بقول لك فكرتي، لو أنا من ضمن الرسميين وشايف إنه في تلاسن أو مشكلة ما بين المدرب وهذا، تلقائي أنا كنت بروح علشان إني يعني أفصل في القضية. على ما يبدو هذه ضربة مباغتة ما فيها إذا كان في كلام وصل لسعيد فرضا وما وصل للبقية ما سمعوه، أنا ما أعرف إذا كان الحكم الرابع سمع، هو ذمته في النهاية. نحن نقول نحن ما نقول الرجل نزيه إنه يكتب شيء يعني ما صحيح، لكن بس ما كانت ردة الفعل مفروض أنها تكون بضربة فجائية بهذه الطريقة، إن كان سواء كانت دفع أو كانت ضرب أو أيا كان. خلنا نأخذ اتصال، برجع لكم بنستكمل حديث أيمن الفارسي مدير الفريق الأول بنادي صحم، حاب أنه يتداخل عن هذا الموضوع. تفضل أيمن. خالد مساء عليك ومساء على الأخوة المتواجدين معك في البرنامج، حياك الله. أخي خالد، نحن نتفاجأ اليوم بقرار لجنة الانضباط في العقوبة اللي تصدرت على مدرب الفريق. نعم. ومن بعد مطالعتنا على التقارير الموجودة في حيثيات في الحيثيات القرار، نرى بأن هناك في تناقض كبير بين الحكم الرابع ومقيم الحكام ومراقب المباراة. أولا هو أشار في تقريرهم بأن في الدقيقة 56 الحكم تم استدعاء توقيف المباراة واستدعاء الحكم. هذا الكلام غير صحيح. المباراة أصلا كانت متوقفة بضربة حرة غير مباشرة، اللي هي كانت سبب المشكلة. اللي هي كان فيها سبب المشكلة. سبب المشكلة أخي خالد، ونحن كنا متواجدين والمدرب كان على كراسي الجهاز الفني. وأنا كنت من ضمن الأشخاص القريبين من المدرب، وأيضا كان المدرب الحراس موجود والكابتن يعقوب إسماعيل كان موجود. المدرب أثناء الحكم ما أشار على ضربة حرة غير مباشرة على اللاعب العبد النوفلي، الجهاز الفني في فنجة قاموا بالصريخ على الحكم بأنه طرده. فالمدرب اندفع، يعني ردة فعل كانت ماله واي يعني طرد هذه كرة قدم لعبة الفول. الحكم الرابع كان معطي المدرب الظهر، فكيف ايضا التلفظ اللي كان اللي مذكور اليوم، هذا التلفظ غير صحيح. التلفظ اللي بدأ بالتلفظ ونحن كلامنا نحاسب فيه أمام الله سبحانه وتعالى. نحن لا مع المدرب، نحن مع الحق. التلفظ اللي بدأ بالتلفظ هو الأخ سعيد. التلفظ المذكور اليوم اللي بادي فيه الأخ سعيد وليس المدرب. المدرب كانت ردة فعله بعد ما الأخ سعيد تلفظ عليه. اليوم في تقرير الحكم الرابع إن في دفع. الحكم الرابع اصلا ما كان منتبه الى ان الاخ سعيد قام بالهجوم على المدرب، لان الحكم الرابع كان معطي الظهر يتابع الحكم الوسط. نعم. الاخ سعيد تهجم على المدرب، هو يقول ان دفعه، تقرير المراقب يقول ضربه، اذا هناك في تناقض. نعم. بين تقرير المراقب وتقرير الحكم يقول دفع، الحكم الرابع يقول دفع. والمراقب يقول لا، في ضرب. من كان الأقرب للحادثة منهم أيمن من هذا الثنائي؟ الأقرب يعني. أخي العزيز، الأقرب هم الأشخاص المتواجدين أثناء اللحظة. أثناء لحظة الضرب. أنا أؤكد لك 100% بأن الأخ سعيد قام بالتهجم على المدرب بضربة وليس بدفعة، بالضرب. سعيد ممكن تسأل إذا كان الحكم الرابع إيش جاب سعيد لما قال عليه المفروض بأنه يكشف تقرير بهذا الشيء؟ في الوسط الحادثة ما في الوسط. أيمن هم التقوا في الوسط في المكان أقرب لي أخي خالد أنا شخصيا هم التقوا في الوسط من وين؟ الحكم الرابع تقريبا صح؟ أنا من أخذت المدرب أقرب لجهة صح؟ أنا جيت أهدي المدرب لأنه رجع إلى الجهة. الأخ سعيد تهجم عليه
تهجم عليه اثناء رجوعه، المدرب كان معطينا الظهر وهو تهجم عليه والمدرب معطي الاخ بعيد ظهر وقام بضربه وليس بدفعه. ايضا اليوم نحن ما امام المدرب هذا جاي وافد علينا في السلطنه. نعم. يعني ينقل صوره عمان بالكامل. نحن اليوم لابد احنا طالبنا من لجنه الانضباط بانها قبل تفصل في الموضوع احضر شهود. نحن عندنا 93 صوره على الحادثه. نعم. طلبنا قبل الفصل في الموضوع احضر شهود. اليوم حكم المباراه مع احترامي له ما مفروض أن يأخذ بتقريره، لأن في الحادثة كان أشخاص قريبين. نعم. هم كانوا على مسمع من هذا الشيء. من الذي بدأ بالتلفظ؟ من كيف كانت الحادثة؟ هل كان هناك ضرب؟ أما المراقب كان فوق، وين يشوف وش الألفاظ اللي بيسمعها؟ نعم. مراقب على المنصة، مقيم الأحكام على المنصة، كيف بيسمع الألفاظ التي بدأت في الملعب؟ يعني كلام غير صحيح، ونحن ما نقبل هذا القرار اللي صدر اليوم من لجنة الانضباط. لجنة الانضباط لابد منها انها تاخذ بالامور تحقق الامور. ما المباراه يوم الجمعه، اليوم صادر لي التقرير بدون تحقيق بدون اي شيء، وهالشيء ذكرناه يمكن في اكثر من مره. يعني نعم. وكلام مناقض، كلام مناقض اخي خالد، كلام مناقض. اليوم يقول لي هو دفعه ومراقب المباراه يقول ضربه، اذا هناك ما في التقارير ما صحيحه. الحكم يقول ان توقف المباراه قام باستدعاء الحكم الرابع. المباراه اصلا متوقفه. يعني انت المشكله يعني انت أيمن تنفي اللي انذكر في التقارير بأن المدرب هو من يعني خلينا نقول أشعل فتيل هذه المشكلة. جملة وتفصيل، أنا كل ما كتب في التقارير غير صحيحة. إذا كان الحكم الرابع كاتب في تقريره بأن الحكم بأن المدرب هو قام بالتلفظ أولا، فأنا أقول لك كلامه غير صحيح. لأن الموضوع في أخي خالد، الموضوع الآن في جهة قضائية في مركز الشرطة. وتم إحضار شهود، والشهود حلفوا على اليمين. على اليمين تم. نعم. شهادتهم تمت على اليمين. فما راح اجامله مدرب ولا راح اجامله اي شخص. صحيح. طيب شو الخطوه القادمه؟ انا اقول لك. نعم. بدأ بالتلفظ هو الاخ بعيد بلوشي، هو من قام بالتلفظ. نعم. على المدرب اولا. طيب شو القادم؟ نعم ايمن، هذا ذكرت انت هذا القادم بالنسبه لكم، يعني بالنسبه هل هناك استئناف ايضا، رساله استئناف واحتجاج على هذا؟ احنا واضحين في رسالتنا سابقا، نحن نقول بان قرار لجنه الانضباط قرار ظالم على المدرب وعلى النادي بصفة عامة. نحن إلى الآن متمسكين بحقنا. نعم. وحق المدرب، وأيضا راح نستأنف القرار، وإذا كان ما في إنصاف راح نصعد الموضوع إلى الاتحاد الدولي. نحن لم نسكت على حق النادي، وأيضا سنتابع عبر القنوات الرسمية. أيضا هناك في نص واضح وصريح بعضو الاتحاد الدولي. نعم. إذا كان في اعتداء على أحد أطراف اللعبة على حكم المباراة أنه يوقف المباراة، ما يكمل. ونحن طالبنا في المباراة، طالبنا، وكان عبد الله صبيل هو مراقب المباراه. نعم. والاخ خميس الشماخي هو المراقب، قلنا لهم احنا ما بنلعب المباراه، ما راح نستكمل المباراه على الحكم انه يلغي المباراه ويرفع تقرير لجنه المسابقات. نحن اليوم لو جينا وانسحبنا من المباراه ما كملناها، راح يكون قرار اللي صادر على النهضه راح يكون قرار نفس القرار على الصحن. صحيح. اليوم ما نقبل، لابد انصاف للانديه، ما بغض النظر عن من اي نادي يكون. طيب ايمن، عموما احنا يعني تواصلنا معك حتى نستمع من على يعني لوجهه نظرك بطلب منك شخصيا، ونتمنى ان شاء الله يعني التوفيق في القادم وحل مثل هكذا اشكالات. شكرا لك ايمن الفارسي مدير الفريق الاول بنادي صحم. انا بس يعني تعليق بسيط بعطيكم الوقت، محمد وسيف، يعني مش مع المدرب ولا ضد سعيد ولا مع سعيد ولا ضد المدرب، لكن يعني انه يعني حسب اللي شاهدنا طبعا سعيد يتوقف 8 مباريات والمدرب 6، فارق مبارتين فقط بينهم، يعني فارق قليل جدا يعني. بس اقول لك مذكور، تسمح لي بس محمد ثواني انا وانت كمل الله يخليك. مذكور هنا انه ايضا تم الاطلاع من قبل يعني راي خبير التحكيم على الموضوع. يعني الان هو الاخ ايمن قال انه إذا صار حالة ضرب أو هذه في حسب القوانين المتبعة أنه رب يعني يمكن أنه ينسحب الفريق أو يوقف المباراة. فأنت اطلع على القراءة، مو قراءته سيء، إيش يقول خبير التحكيم؟ يقول الموضوع ما صار بالمباراة أو بالجانب، يعني ما في شيء في المباراة يوقف المباراة. هنا هو قال أيمن، أنت سمعت إيش قال؟ ما في شيء، ما في، قال إنه إحنا من حقنا حسب الشخصين تم طردهم من قبل حكم المباراة إلى خارج الملعب، أبعدوا، وبالتالي المباراه ما فيها شيء عشان انها تتوقف المباراه. للعلم، طيب هو قال قرار لجنه الانضباط، معلش اقرارك، قرار لجنه الانضباط في 3 تقارير، تقرير الحكم ويقول انه في دفع بعد ما تشاور مع الحكم الرابع
وذكر له أنه مدرب صحم تلفظ بألفاظ على سعيد البلوشي. هذا تقرير الحكم. تقرير مقيم الحكام أيضا يقول دفع. مقيم الحكام يقول دفع. تقرير مراقب المباراة يقول ضرب. أنا أريد بس أسأل وين يتواجد الثلاثة أشخاص بالفعل. من منهم الأقرب اللي موقع الحدث؟ إيش دخل قضية مشاهدة الضرب ولا الدفع في قضية القرب؟ ليش؟ أنت تشوف حدث ما تشوف الكلام ما لك أحمد تسمع الكلام. أنت الكلام وبعدين لا 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 يقول لك على كل واحد اتخذت قرار على معلومة غلط. لحظة أنا قاعد أشوف مشهد أمامي لجنة الانضباط كلام ممكن ما أسمع لا كلام ممكن ما أسمع ولكن ممكن أشوف إذا في ضرب. أبو حمد اسمعني ما له دعوه في الان اللي اقرب شخص اللي ما له دعوه في القرب معليش اللي اقرب موجود لا لا ما تعطينا معلومه غلط كيف تكون هاي معلومه غلط احمد في الحين ياسين شوف مشهد امام التلفزيون لا تشوف مشهد تشوف مشهد بدون صوت التلفزيون امامي فاتح بعد انا لحظه الان انا جالس هنا واشوف شخصين على مسافه كيلو يتضاربوا اقدر احكم من منهم من المعتدي كيلو علاش مقابل مراقبين معليش انا الان انت تسمعني انا اقول لحظه تسمعني ايش اقول لا ما اسمعك اسمعني المقيم لا لحظه السؤال انا سالك سؤال اعطي نفسك فرصه المقيم كيف يقيم الحكام سالك سؤال جاوبني انت اسمعني اول اذا انا سالك المقيم الحكام يراقب الحكام ولا لا على اخطائهم يشوف الاحداث في داخل الملعب ولا ما يشوف هذا الحدث اقرب للمنطقه خارج الملعب اقرب للمراقب زين خلصت اقرب للمقيم خلصت زين قضيه الكلام انا ما اتكلم عن الكلام اللي قاله المدرب الحين خلي على صوت انا اتكلم عن الفعل عن الفعل ايوه عن الفعل وانا اكلمك عن شيء ما له دعوه في القرب والبعد اولا الحكم الرابع كان اقرب شخص موجود من موقع الحدث نعم بعد الحادثه توجه للحكم وذكر له كان الحكم لسه ما طرد مدرب صحم نعم. كان اللي انطرد سعيد سعيد راح توجه الحكم للمدرب راح من بعده ما تكلم معاه راح للحكم وطلعه برا فأقرب شخص للواقعة هو الحكم الرابع طيب الآن أنا لما أشوف مشادة وأنا ما أسمع الصوت هل افترض الآن أقدر أحكم من المعتدي في البداية قد يكون الاعتداء لفظي مثل ما حدث قد يكون الاعتداء لفظي مثل ما حدث من مدرب صحم وفي حالة سقوط واحد ساقط كيف لفظي بس احنا قبل لا يسقط يعني نعم هو سقط وبعدين راح يسب ترى هو قبل لا يسقط كانت الحادثة من بعدها الاعتداء حدث ايضا امام الحكم الان عندنا محمد خضنا على قد عقلنا خضنا عشان نفهم ما فهمت عقلك كبير ابو محمد عقلك كبير لا رتبنا ما فهمت ارتب لك الان أيوة. الان وقع الحدث أيوة. امام الحكم الرابع زين اللي هو اقرب شخص من بعده ياتي مقيم الحكام ومن بعده مراقب المباراه. ايش في المسافه؟ تتكلم عن المسافه؟ إيه اذا كنا نتكلم عن المسافه انا ما اعرف وين تواجد المراقب والمقيم، لكن اعرف ان الحكم مسافة رابع. كيلو لا مسافة لا لا انا قلت له لو زرق لو زرق شفت لا لو قلت له شفت انت يعني مشاده في الشارع هل مراقب المباراه هل مراقب المباراه كتب محمد تقرير انه ضرب يعني بناء على بس كذا من راسه يعني ولا شاف ضرب؟ سؤال يعني يمكن شاف يعني شاف ضرب ولذلك ايضا الحكم الرابع ماما. انا ما اتكلم عن الكلام لحظة اللي والحكم الرابع والحكم والمقيم لما كتبوا دفع شافوا الدفع ولا ما ايش اقول لك الحين ايش اقول لك الحين انا ما اذا لجنه الانضباط عندها ثلاث تقارير ليش اخذت بتقارير لانه اثنين يقولوا دفع طيب عشان المسافه هذه الصوره هذه الصوره شو نستخلص منها يعني هذا الحكم الرابع واحد ضرب واحد وطايح لحظه شوف من الاشخاص اللي موجودين الحكم الرابع ويعقوب وايمن الفاسي لابس قدر ايمن بس ابو حمد لا لابس مش هذا ايمن بودجداش لا لابس دشداشه ايمن كان ايمن ما اعرف لكن اذا ليش ما تتصل بيعقوب انا ذكرت لك من البدايه قلت لك يعقوب الحكم الرابع وايمن ليش يعقوب ايضا المصور ليش ما تكلم المصور اللي صور الحاله ايضا هو الزميل محمد المحجوب هي تشوف مهما سؤال سؤال بس ابو حمد بنسال سؤال لا بنتساءل شويه ايه سعيد ايش يابه في المنطقه هذه سؤال كان لاعب ساقط من فنجه رايح يعالجه ايه رايح يعالجه وهو راجع صارت المشاده بس يعني الحاله اللي شفناها خارج في حدث وقف الحكم انه واحد ضرب واحد يعني واضحه على اساس علاج لاعب على اساس علاج ولكن هل العبد انه في نفس المنطقه ولا على اليمين كان يعني العلاج كان في الوسط قريب في ملعب صحي في صوره محمد تثبت انه في كابينه صغيره شايفينها مع الحكم الرابع أيوه هذه هو على يمين الكابينه اقرب لصالح بعد ما صالح بس انا اوضح الفكره يعني لانه اللاعب ساقط يعني ايش اللي ودى سعيد هناك وليش وصل هالمنطقه اللقطه هذه مثل ما ذكر خالد قبل شويه تعطيك ايحاء كبير جدا انه في عمليه حتى واذا سميناها دفع لكن مش دفع عادي لان سعيد ما شاء الله حتى يعني بنيته الجسديه يعني عاليه
وطول قامه ويعني قوي جدا، فبالتالي ما نعرف احنا الى اي مدى احنا ما شفنا الضرب. انا محمد انا ما ساقول احنا القرار خطا، انا اقول في شيء مبهم في القضيه صحيح. لانه اعتد بمساله الدفع ولم يعتد بمساله الضرب. انا ما اعرف ايش الفكره. وبعدين اتفق مع خالد اليوم هذا معطاه 8 مباريات يعني معطيه هذا متغرب فارق مباراه، اذا طلعنا ال 150 مليون مباراه والعقوبه انا في وجهه نظر ضعيفه وتغرب المدرب فعلا يا ابو محمد. وللامانه يعني بس محمد مادتين مختلفتين هلال للعلم. هلال احنا يمكن في اكثر من مره هنا نتحدث عن دور مثلا في الملعب، لما يكون في الملعب قائد الفريق تدخله مثلا، انت شفت يعني مثل محمد عياد متنرفز رايح بيض ممكن لو وصل مع الحكم يضربه او يدخل الماجري، يدخل امين الماجري او غيره انتهى الموضوع صحيح. ونشاهد مثل هذه اللقطات على مستوى العالم صحيح. طيب اليوم أيمن في صحم ويوسف الحارثي فنجة، يا أخي أنا هذا أخصائي علاج معي وهذا مدرب مهما كان اسمه، أنا مدير فريق كمدير فريق مهم إني أضبط الأمور على الأقل أوقف بينهم. يوسف لا لا يوسف يوسف غام لا لا يوسف غام لا يوسف لأنه كان هو سعيد رايح يعالج الحدث مفاجئ. فسعيد حتى يعني هذا مثل ما لاحظنا يعني طبعا شيء أخطاء حق يوسف الحارثي مفاجئ خالد يوسف الحارثي حتى ردة فعله كانت قوية تجاه سعيد لا رجعهم في ضبط الأمور الثاني اللي معاه ما مع سعيد اللقطة كانت مع لا 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 الاثنين الاثنين اللي في الصورة سعيد والثاني ردة فعله كانت وكانت قوية في ضبط الأمور ولكن يمكن مدراء الفريقين بصراحة يعني لا كان متضايق جابين يعني أنا طبعا ما أقدر أحاول مثلا أسحب المدرب واحد يسحبها بس كابتن خالد بس سؤال إذا خارج الملعب الروح واحد ضرب واحد بالشارع أو واحد ضرب واحد بمكان آخر من تروح المركز الشرطة وعندك شهود تقول انه هذا الشخص اعتدى علي بالضرب نعم وعندي شاهد نعم بغض النظر عن الحديث ما هي العقوبه العامه؟ يعني انا الان اريد اقرب موضوع في قانون تروح قضائي زين الان هذا القرار اللي طلع مع عجل تقديري يعني مثل ما قال الهلال يعني هذا وقفه 6 وهذا 8 الضارب يختلف هناك وهذا اقرمه وهذا لا هذه يعني هذه مواد الاتحاد هناك في حق مدني هذا الحق المدني هو اللي يتبع الشرطه والدعاء بس انا اقصد يعني انه هذا اقصد انه نظام مسابقه يعني أقصد انه القرار هذا بصراحه قرار يعني مجحف بحق مدرب لا هو بغض النظر شوف الحين خالد هو مع كلام في حال الضرب يعني في حال الضرب لكن في شيء ابو تركي تعرف ايش اللي صاير الحين تقرير الحكم الرابع خلاص يقدر يطلع سعيد من القضيه في الشرطه لانه يقدر يروح الشرطه يقول انا شفت حاله دفع ويطلع سعيد من المساله وفي تلف لان التلفظ الكلام حتى مكتوب باللغه الانجليزيه بين قوسين نعم. ذاكرنا الحكم الرابع انه قال يعني ممكن يشهد سعيد ومعناها نحن بنكون كنا مخطئين احنا كل اللي نقول الحين ما شايفين ضرب بس احنا كلنا ناخذ بناء على معطيات خالد ما نقول نحن ضد سعيد مع المدرب احنا ما بننصر سعيد على بننصر المدرب على سعيد مثلا هذا من بلدنا مهما كان لكن الخطا خطا ولا عندنا مصلحه في هذا النادي مع هذا النادي لكن الفكره ان المرئيات اللي نتكلم عنها نقول ان ما نريد نتمناها لان خالد اليوم بقول لك شيء اذا انا باكر بجي ياسين نلعب مباراه انا وهلال بقول حهلال كلمتين قذرات كذا في اذنه ويسكن هو بطراق ويطيحنا قدام الناس ويجيبنا الاتحاد بعدين هذا 5 مباريات وانا 7 مباريات ايوه بعد يمكن لا اذا ما حد سامع ما بيوقفوك لكن لكن سيف ما ممكن تاخذ تعطيني دقيقه ابو حمد بعد هذه النقطه احنا هل العقاب الاشد المفترض يكون للفعل او لرد الفعل؟ خلينا نتكلم في الحلول للفعل خلينا نتكلم في لانه لو ما كان في فعل ما كان في ردة فعل خالد. يعني لو ما شتمه ما يضربه والله فبالتالي العقوبه الاشد طبيعي تكون للفعل الحين كل الامور واضحه ولاداره الناديين اللي يريد يستأنف يستأنف احنا وأنا أتكلم عن نفسي كيف محمد العقوبة اللي قال للفعل يعني لو جيت أنا مثلا لحظة عادي لحظة ايه؟ لو جيت أنا مثلا دفعتك كذا دفعة كذا عادية ايه؟ معصب عليك ايه؟ وتي انت بوكس وتتخمدني في الارض ويغمى علي واروح مستشفى انا ضربتك بوكس لو ما انت دفعتني لا بس هذا يعني التصرف يعني اتصرف في مثلا عقوبته كذا انت ليش ما ليش انت ما رحت تشتكي بعد ما دفعت قانونيه تقول البادي اظلم لا 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 اسمع انت طبعا محمد لا 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 انت انا اخطيت عليك لا قدر الله محمد انا اخطيت عليك قاعد انا اخطيت عليك لحظه واحد اخطا عليك زين مسك مسدس اقضي عليه يقول يا ابو البادي اظلم هذا مثل شعبي نحط الحلول من تجادل في شيء واضح يعني اليوم انا ما واضح محمد انت تجادل انك انت تريد تقول رده فعل سعيد
طبيعيه والناس كلها تقول ما طبيعيه. لا تقول على لساني، لا تقول على لساني، لان ثاني مره تقول رده فعل طبيعيه. قلتها 20 مره فعل سعيد مرفوع، قلتها ولا ما قلتها؟ ومن حلقات سابقه فعل سعيد لكن مرفوع. محمد فارق مباراتين ترى تشوفه طبيعي؟ انا العقوبه المادتين اللي استخدمن مختلفتين، ولذلك المادة اللي استخدمت للمدرب مختلفة عن المادة اللي استخدمت لسعيد. أنا أتمنى أنك تطلع المادة. وليش هي قريبة فيما بينهم يعني؟ طلع طيب المادة بتعرف إيش الفرق. طيب هذا الموضوع إلى إلى في جزئية هذا الموضوع ما رايح ينتهي، ولكن نشوف خلينا نحط حلول أو كطلب من إدارة الناديين. طيب إنهم ينهوا هذه المشكلة. هذه المشكلة إذا ما انحلت بتكون لها أبعاد كبيرة. صحيح. على سمعة رياضة كرة القدم، على سمعة لجنة الانضباط أو لجنة المسابقات، يعني بصراحة صحيح. حتى على الاتحاد. علاقة الناديين ورايح تكون لها أبعاد يعني جدا كبيرة. احنا نتمنى إن إدارة الناديين يدخلوا والناس المؤثرين في احتواء هذه القضية، وتكون هناك الأمور. عقوبة الاتحاد هذا ماشي حسب التقارير. نعم. نعم. ولكن الجوانب الثانية تكون في تسوية. نعم. نتمنى أن تكون هناك في تسوية بين إدارة الناديين. نتمنى وصل وصل للصربية. محمد لا 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 ما نعم. مشكلة طالما أن المدرب هني والحمد لله بكامل صحته وسعيد موجود، كل واحد يأخذ حقه بالتراضي. أنا أشوف لأن ممكن تأخذ أبعاد أكبر. نعم. طيب على قبل أن نأخذ تغريدات محمد، أنت قلت لي كنت حاب تعقب على تغريدة أنت وسيف الجابري ما الواقواقة وشيء كذي اليوم تغريدة انتشرت. نعم ما مش تعقيب، ولكن انا ما كنت احبذ الكلمه انها تخرج بهذا الشكل. نعم. هذه بلادنا وليست بلاد الواقواق، هذه بلاد يعني عمان، وبالتالي ما كان يليق ان تخرج بهذا الشكل. اذا كانت في اي ملاحظه ثانيه كان ممكن انها توصل باي طريقه اخرى دون ان احنا نسيل البلد ونقول انها بلاد الواقواق. هذا دورينا وهذا امكانياتنا، يعني في النهايه في متابعين لدورينا وفي عاشقين لانديتنا وفي متابعين لانديتنا. اذا هذا الدوري اللي في بلادنا ما يعجب البعض ف يعني نعم في اخطاء، ولكن الاخطاء تعالج، في نقص، في قصور يعالج. نعم. ولكن ليس بهذه الطريقه. وانا اعتقد ان المسؤولين مفترض انه ايضا يكون لهم دور في مساله علاج ايش النواقص اللي موجوده في دورينا، سواء كان اتحاد او غيره. نعم. طيب حد حاب يعقب سيف على هذه الجزئيه؟ عموما يعني يمكن احنا وصلتنا التغريده، وبصراحه شيء يعني محزن انها تصدر من اي شخص كان، فما بالك اذا كان الشخص سبق انه مثل المنتخب وشخص طبعا نحترمه ونقدره. لكن هذه مساله التلاعب وغيره، يعني مثل ما يقول مفترض ان احنا نسمي الاشياء بمسمياتها. يعني في كاس العالم 82 مساله التواطؤ بين المانيا والنمسا حصلت، في 2006 البرازيل واخراج المغرب يومها ايضا حصلت. ف ايا كانت البرازيل والنرويج ايا كانت المباريات او ايا كانت، يعني كان مفترض ان نسمي الاشياء بمسمياتها، نفتخر ببلادنا ونفتخر بوطننا وباسم دورينا، ونقول دورينا او الدوري العماني او السلطنه، اما ان احنا نقول دوري البلاد الواقواق وغيره، يعني هذه اعتقد يعني بصراحه كلام مرفوض تماما، وما مفترض انه يطلع من شخص في يوم من الايام مثل المنتخب، ومفترض ان احنا نسمي الاشياء بمسميات. هذه بلادنا وهذا وطننا، نعتز ونفتخر بالاسم اللي نعتبره على اصدورنا وتاج على راسنا، اكيد سلطنه عمان. مباشره للتغريدات، وبعد ذلك نتحول للحديث عن مباريات اليوم الاربع، وراح ناخذ النتائج وناخذ ايضا جدول الترتيب. عمار خميس، قرار لجنة الانضباط قرار صائب، ومدرب صحم أخذ اللكمة بعد التلفظ المسيء للأخصائي. علوي العميري، بصراحة قرار لجنة المسابقات غريب، يعني اللفظ عليه غرامة والضرب عادي، ما شاء الله، اللهم لا حسب على لجنة المسابقات، هي لجنة الانضباط عموما. الفزاري، قرارات لجنة الانضباط فيها مجاملات لرئيس الاتحاد ونادي فنجة، سمحوا لي. ارتحت اليوم لكلام أبو صدام المصنع بالمدرجات أن اتحادنا أبعدنا من خارطة الرياضة بشكل عام. عبد الله الحوسني، أعتقد أن قرار غير عادل، من المفترض عقوبة أخصائي علاج نادي فنجة تكون أكبر. محمد الغملاسي، الله يعين عشاق الموج الأزرق.
حمد الفارسي سيف الجابري يحاول يألف سيناريو من نسج الخيال بخلاف قرار لجنة الانضباط. تحدث العاقل بما يعقل أستاذ الكريم. عابر سبيل يعني خذ حقك بيدك كذا معناها القرار. إبراهيم العجمي ممتاز لجنة الانضباط قرار ناجح 200-200. الدكتور محمد تميم إدارة نادي صحم على المحك. الضرب ليس اعتداء على المدرب إنما اعتداء على نادي صحم بكل المنتسبين إليه. يا رب يا دكتور عجمي بنهدي الأمور تعد. خطم الدكتور. من العقوبة الأشد الآن؟ العقوبة الأكبر 6 أو 8 مباريات؟ العقوبة لست 8 مباريات اللي أخذها يا سعيد. سعيد ولو نتذكر نهاية كأس العالم 2006 في إدارة. الجولة 24. النصر. السيب. تأتيكم في الأوقات التالية. الجولة 24. الخابورة. فنجة. تأتيكم في الأوقات التالية. نرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. مباشرة نتذكر مع النتائج المباريات الأربع التي أقيمت اليوم وبعد ذلك نأخذ جدول الترتيب. أكيد في الصدارة لا تغيير، لكن خلونا نتعرف على نتائج الأربع مباريات اليوم. في اللقاء الأول المصنع يتفوق على نادي صحم 2-0 عن طريق اللاعب المتألق جاجا طبعا اللي سجل هدفين رائعين، وخاصة الهدف الأول اللي فايز الرشيدي كان يشاهده ويتابع حالة من حالنا إحنا كمشاهدين طبعا، ولعبة صعبة كانت وصعبة جدا في اللقاء. أو حسب الترتيب طبعا السويق يكسب الشباب 2-0 عن طريق وليد عنبر وعبدالله كوفي. في المباراة الثانية المصنع يكسب صحم 2-0. في اللقاء الثالث العروبة يتقدم وظفار يتعادل 1-1 رغم أن العروبة خاض المباراة بإراحة مجموعة من العناصر الأساسية. أما اللقاء الأخير وهو اللقاء الخطير كان في هذه الجولة، صحار يكسب بوشر 1-0، وبالتالي بدأ صحار والسويق نوعا ما الدخول في مناطق الأمان مع هبوط مؤكد أصبح بالنسبة بشكل نهائي بالنسبة طبعا لنادي السيب. والنهضة وبوشر حتى الآن أمورهم طبعا يعني لم تحسم بشكل نهائي. هنا تذكير بالنسبة لجدول الترتيب، العروبة بطل الدوري يبقى أكيد في الصدارة ب 49 نقطة، صور في المركز الثاني ب 40 نقطة، وب 38 نقطة النصر وفنجة، وبعد ذلك يأتي الخابورة خامسا ب 37 نقطة. وإليكم بقية جدول الترتيب.
نبدأ الحديث عن لقاء صحم والمصنع هيثم خليل. خسارة رقم 11 لصحم اللي كان مرشح لبطولة الدوري بقى أو عاد للمركز الثامن ب31 نقطة، فيما هو فوز ثامن لنادي المصنعة، صعد للمركز السابع تبادل المراكز مع نادي صحم ب33 نقطة. مثل ما تفضلت خالد، طبعا يعني قياسا على اللي شاهدناه في مباراة هذا اليوم والأداء، المصنعة كان بصراحة يستحق الفوز. المصنعة يعني بأداء لاعبيه وخصوصا يعني البرازيلي جاجا، اللي مو فقط انه سجل الهدفين، يعني احنا مثل ما ذكرت انت شاهدنا الهدف الاول اللي اعتقد ربما يعني واحد من يعني انا ما يعني غدا سنتابع مباراتين، اليوم ما شاهدنا ايضا مباراتين، لكن يعتبر واحد من اجمل اهداف هذا الاسبوع او هذه الجوله. نعم. كل الأدوات الموجودة في نادي المصنعة اللي تألقت مع الفريق اليوم ظهرت بمستوى جيد، وأيضا لابد أن أشيد بدور حارس المرمى محمود اليوسف الحارس السوري اللي أيضا اليوم ظهر بصورة رائعة، ويعني يكفي أنه من بداية المباراة هذه المحاولة لعماد الحسني اللي كان ممكن أن يتقدم بها، وأكثر من مرة شاهدت هناك انفرادات لصحم لكن كان بالموعد محمود اليوسف في مباراة هذا اليوم، وهي بصراحة أنا يعني قبل بدء المباراة كانت فرصة للتباري بين احنا الحارسين، الحارس فايز الرشيدي الحارس الأخطبوط فايز الرشيدي وأيضا محمود اليوسف، يعني صحم اليوم معظم لاعبيه ما ظهروا يعني بالصورة المعروفة عنهم حتى مع إجراء التغييرات اللي قام بها الكابتن يعقوب، منها دخول فهد الجلبوبي، وأيضا يعني شاهدنا فيما بعد العبد وجود العبد اليوم أيضا اللي ما ظهر بالمستوى المعروف عنه، معظم اللاعبين اللي كان يعول عليهم الفريق، محسن جوهر ربما أنه كان عنده محاولات، لكن عموما فريق المصنعة كان هو الأفضل، هو الأكثر سيطرة، هو اللي استطاع من خلال الكابتن مصبح يحصل على الذي يريده، يعني النقاط الثلاثة اللي يمكن احنا طرقنا يوم أمس انه الفريقين هما في منطقة الدفء، يعني لا هما منافسين ولا هما من الفرق المهددة، فبالتالي كانت الفرصة هي بين الفريقين انه يعني المصنعة استغلها بصورة أكبر. للأسف بعض اللاعبين أصحاب الخبرة كنا نتوقع منهم انه يظهرون بصورة أفضل في هذه المباراة، لكن ما شاهدنا هذا الشيء. هذه اللقطة بنشوفها في قادم ثلاث لقطات، يعني هذا كان احتكاك قوي يعني جدا بالفعل. نعم. بين يعقوب ويعني تدخل قوي بصراحة، فبالتالي لقطة تستحق التعليق هذه، يعني عموما هناك فرص كثيرة مثل ما ذكرت اليوم كانت لفريق نادي صحم أيضا، لكن تألق محمود اليوسف في المباراة. مبروك لنادي المصنعة، هارد لك لصحم، نطالب الجمهور يطالب دائما في ملاعب جديدة في هذه، واليوم الملعب كم متفرج كان فيه؟ 1، 2، 3، 4 يمكن 6 أو 7، 10 والله ما أعرف. وهذه مباراة بها لاعبين دوليين وبها نجوم، و يعني إذا تحدثنا عن فريق صحم يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، المصنعة أيضا عنده جمهور، لكن وين هم؟ فهذه النقطة السلبية، الجمهور في هذه المباراة اللي ما حضر للمباراة، وعسى المانع خير. طيب محمد العاصم اليوم قبل المباراة يعني بيمكن حوالي ساعتين أو ثلاث مدرب نادي صحم يقول ما عارف حتى الآن التشكيل، لأنه ما عارف من اللاعبين راح يكون موجود في هذه المباراة. بكل تأكيد أبو تركي احنا شاهدنا فريق صحم في أرضية الملعب وهو يعني ضايع، فبالتالي هذا فعلا يدل على أنه هناك مشكلة في الفريق، حتى اللاعبين أو حتى ثبات التشكيلة ما كان موجود. الكل توقع أنه صحم بداية هذا الموسم نظرا للتعاقلات الكبيرة اللي جالس يكون فيها الفريق راح يكون فرس الرهان في هذا الموسم، لكن للأسف الشديد يعني رغم وجود كثير من النجوم في الفريق إلا أنه والفريق على فكرة أكثر فريق مهيأ أنه يحرز بطولة الدوري بالعناصر اللي موجودة. نعم. أنا أعتقد أنه من بعد العروبة صحم أو ربما حتى كان أفضل، لكن الفريق ما عرف فعلا كيف يتعامل مع الدوري، لم يكن هناك ثبات على مستوى
المدربين، لم يكن هناك ثبات على مستويات اللاعبين، تأثر في بعض الفترات بغياب بعض اللاعبين نتيجة الإصابات. لكن في النهاية أنا أعتقد أنه صحن محتاج إلى أنه يراجع حساباته بشكل كبير، لأنه الفرق ما بين الموسم الماضي وهذا الموسم، الموسم الماضي الفريق لعب نهائي البطولة الخليجية، نعم لم يحرز مركز متقدم في الدوري، ولكن الفريق لم يكن بمثل هذه الأسماء، يعني قدوب فايز وعماد الحوسني ومجموعة كبيرة من اللاعبين، حارب السعدي ومجموعة كبيرة من اللاعبين اللي قدموا الفريق، كان يتوقع أن الفريق سيكون أفضل حالا. حتى لو تلاحظ يعني أداء الفريق ورتمه غير ثابت مع من مباراة إلى مباراة، يجي في مباراة ويقدم أداء عالي في مباراة أخرى يتعرض وذكرنا هالشيء يعني يتعرض للإحراج بشكل كبير. واليوم أعتقد أن النتيجة كانت في بعض الأحيان لولا أنه إيغور أضاع مجموعة من الفرص وجاي كانت النتيجة ربما تكون حتى أكثر من هدفين. نعم صحم أضاع فرص، لكن الوصول لمرمى صحم كان سهل جدا، يعني المصنع كان في كل لعبة كان قادر على أنه يوصل إلى مرمى صحم. طيب هلال يعني اليوم أيضا صحم ما كان محظوظ في مسألة الإصابات، 3 تبديلات اضطرارية وبعد ذلك أصيب عماد ولعب الفريق ناقص. نعم. عماد عموما راح يغيب في آخر ربع ساعة. نعم عماد راح يغيب حوالي 3 أسابيع عن الملاعب بعد إصابته بتمزق تقريبا. سلامة لعماد، يعني يمكن هو الإصابة تحديدا له في نهاية الدقيقة 71 تحديدا لما عمل السبرنت حسيت انه عماد غير طبيعي. غير طبيعي يعني خلاص وفعلا بعدها بدقيقة عماد بالأرض ويطلب العلاج. على العموم هي إصابة يعقوب كانت إصابة اضطرارية، كل الإصابات كانت اضطرارية وكان المدرب خلاص ما عنده خيار ثاني. ولكن اليوم الغريب، أول خلينا نبارك لنادي المصنعة صراحة طبعا فيستاهل، والكابتن مصبح والكابتن مصبح والإدارة اللي جالسة تعمل بصمت، اللاعبين نفس الشيء واتزانهم في أرضية الملعب، الأجانب اللي عاملين فعلا فارغ في الفريق هذا الموسم. اللي فاجأني اليوم إنه خاصة في الجوانب الدفاعية لنادي صحم في فوضى صراحة، يعني فوضى يعني ما تنخلق من أو ما تحصل من لاعبين بهذه القيمة، يعني عندهم صح. هذه التجربة وهذه الخبرة من الحارس من فايز اللي عليه كثير من الأمور إنه يراجع حساباته، خط الدفاع كامل لاعبين الارتكاز نفس الشيء، لاحظنا العجمي اليوم مين اللي قال ما تحكم على فايز وهذه بنشوف. لا 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 خلي شوف لا 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 خلي بقول لك مثل ما قال انا بقول خلي صحم هو اللي وجهة نظره زيرو، هو اللي وجهة نظره وانا قلت لك في الجوانب الدفاعيه الفريق معزول، الفريق 4-5 يتمشوا بعد الهجمه اذا كانت لهم، تحصل نص الملعب مفتوح ما في فريق يرجع ويساند الدفاع. لاحظنا العجمي اللي دائما يقوم بدور محارب اليوم لاحظنا على الطرف اليمين من بدايه المباراه، لاحظنا كان كثير يميل لجهه اليمين، يعني انا ما بغيت استوعب هل العجمي يقدر انه يلعب كظهير طيب او انه طريقه اللعب كده. هلال ثواني فقط، احنا طلبنا الهدف الاول للمصنعه وخاصه لعادة الاخيره على اساس بما انه ذكر فايز في مساله عدم يعني تالقه في مباراه اليوم، او ربما لقطه الهدف هي اللي اثارت ربما يعني استغراب المشاهدين هل كان فايز يقدر يلحق الكوره او ان الكوره كانت صعبه. لأول لقطة في الدقيقة 79 هذه الخشونة يعني، وقبلها كانت دقيقة 40 الانفراد، أول لقطة ضمن اللقطات الخاصة بهذه المباراة، هدف المصنع على الهدف الأول في المباراة، تفضل الهلال. فعلى العموم أنا في وجهة نظري كنصيحة من خلال متابعة الفايز وعرف الإمكانيات اللي يمتلكها فايز، اليوم أنا قلت لك كل الفريق كدفاع وخاصة الخطوط الدفاعية للفريق ما كانت جيدة، في فوضى، فريق ينضرب بأي لحظة، يعني المصنع كان بأي لحظة صراحة، تحس إنه الفريق غايب عن الهوية ماله، تحس إنه الفريق ما رايد انه يعني يقدم عطاءات، رده الفعل كانت كثير ضعيفه مع لاعبي نادي صحم، يعني ما في رده فعل، حتى الهدف الثاني، يعني الهدف الثاني الكوره زحفه من راس 18. نعم. يعني رده الفعل نفس الشيء، كمدافعين عطوا المساحه اللاعب انه يسدد، لان ديس الفعل عرضها على طول على راس 18 وكاكا جا وحط بالهدف، راحت زحفه وما بذيك الكوره القويه اللي تقدر انك تقلل من رده فعل فايز او الدفاع انك تعطيه مساحه. يعني في جوانب صراحة ما كانت في مصلحة الفريق وهي اللي قللت من حظوظ الفريق في هذه المباراة، مع تفوق نادي المصنعة صراحة هو لاعبين بالاتزان اللي كانوا موجودين فيه صراحة صحيح. فريق متزن، لاعبين الوسط يعرفوا ايش اللي يريدوا، الدفاع عارف ايش اللي يريد، الأظهر شفنا
في توازن وهجوم, يعني وهجوم ناري. نعم, وفي نفس الوقت فقدان الكرة الفريق يرتد كل المكان الطبيعي ويبدأ من أول وجديد. فكان في اتزان صراحة عكس الاتزان اللي غايب مع نادي صحم. فهارد لك صحم وألف مبروك بالنسبة لنادي المصاعم. نشوف لقطة الهدف إذا كانت لقطة جاهزة. الكرة الثابتة عموما لما تجهز اللقطة راح نشوف الهدف وناخذ آراء أعضاء الدكة هل يعني كان بإمكان فايز أن يلحق بالكرة رغم أن الكرة صراحة خاصة آخر إعادة كانت بعيدة جدا. سيف, فوز ثامن للمصنعة وخسارة رقم 11 بالنسبة لصحم. طبعا صحم احنا تكلمنا كثير خالد, هو لغز محير صراحة عندما يكون في أفضل أحواله يقدم يعني أداء يهزم أي نادي يهزم أي فريق أمامه. صحيح. مجموعة اللاعبين اللي عنده نجوم فريق يعني ممكن كنا في بداية الموسم كنا الجميع يعني سلم بأنه بطولة الدوري قد تذهب بكل بساطة إلى صحم. ما يحدث لصحم أمر يعني طبيعي جدا لأنه الفريق أيضا خالد لما تصل إلى مرحلة أنك أنت ما عندك هدف يعني من أو ما عندك قدرة على الوصول إلى مرتبة عالية مثلا طول الدوري سواء أو حتى مراكز ثلاثة الأولى, فهذا أمر طبيعي. أنا في اعتقادي الشخصي أنه صحام اليوم في الوضع اللي كان جاته فرص كثيرة عديدة خالد أنه ممكن يرجع للدوري وكان ممكن ينافس, وتكلمنا في أكثر مرة نقول دائما صحام تجي فرص ذهبية أنه يرجع فيكتب سطر ويترك سطر يكتب سطر ويترك سطر, فاستمر هذا الوضع على ما هو عليه. فطبيعي جدا مباراة اليوم خالد لا تمثل يعني هدف يمكن لكل الفريقين, يمكن مصنع شوية من باب انه هو كان يسعى الى تحسين مركزه من الموسم الماضي بالمركز الخامس تقريبا اللي حصل عليه. بالنسبة لصحم كان يمني النفس في الحصول على احدى البطولات سواء الدوري او الكاس وهذا الشيء ما تحقق, فأنا أعتقد أن هي النتيجة يعني جدا طبيعية. صحم كان مطالب في ظروف أفضل من هذا أن يقدم وكان عنده الإمكانيات وعنده النجوم وعنده الفريق وعنده الدعم, ولكن ما تحقق هذا الشيء. ومثل ما قلت أنا شخصيا أعتقد أن تجربة صحم تجربة رائدة يجب أن يستفيد منها الجميع, ما يستفيد فقط منها يعني تستفيد منها إدارة نادي صحم وإنما يستفيد منها جميع الأندية الأخرى. بالنسبة للمصنعة طبعا لا شك خالد بأنه مصبح عمل يعني إضافة جميلة للفريق, ويمكن الفريق يعني في بعض الأحيان صارت له شيء بعض الهزات البسيطة لكن سرعان ما ممكن يرجع الفريق لأنه فيه نجوم. صحيح. وممكن نحن خالد يمكن كنا قلنا يمكن أفضل فريق في الدوري عنده لاعبين أجانب حاليا, أنا في اعتقادي هو نادي المصنعة تقريبا. صحيح. فبالتالي يعني أربعة أساسيين ومؤثرين وكلهم مؤثرين. نعم. وشفنا في أندية عندهم أربعة ولا واحد أساسي. يوسف اليوم صراحة طبعا يعني عمل عمل الأربعة تبدل واحد إيجور طلع ونزل الهاجري بدل منه الأربعة لاعبين وكان تبديل بعد ما ضمنوا النتيجة طبعا بعد ما ضمنوا النتيجة. فريق مكتمل عنده عناصر يعني سعد الضبعوني عنده مجموعة عزان عنده مجموعة أسماء اللي هي يعني مجموعة كبيرة ومجموعة حلوة تلعب, بس بقى المصنعة أيضا الهدف اللي هم كانوا راسمين العام الماضي أصبح الوصول إليه صعب خالد, ولو أنه في يعني أمل ضعيف جدا لازم يخسروا الفريقين اللي أمامهم. طيب. عشان على الأقل يرجع لمركزه اللي طيب هو سيف بنشوف لقطة الهدف الأول وبعدها بنشوف اللقطة الثانية أيضا اللي هي لقطة الانفراد يعقوب والاصطدام, بنشوف اللقطات تباعا. عموما نبدأ باللقطة الأولى وناخذ رأيكم في لقطة الهدف. نشوف هدف جاجا هدف برازيلي بحت كما يقال, وتفرج فايز للكرة مثل ما احنا تفرجنا للقطة. أنا عموما طلبت آخر إعادة لأن هي اللي توضح يعني في عدة إعادات هي لكن هي اللي هذه. أعطوني رأيكم محمد. ينلام فيها. ينلام. المسافة بعيدة. هلال. أتفق مع محمد لأنه لا يقل عن 35. لو نتحرك خطوة وارتمى يشيل الكرة. يشيل الكرة. يعني حتى لو هو شاهده من بعد حيتصل يلحقره. لا يقل عن 35 ياردة. تمام. يلام في انه ما خمن التخمين الصحيح او ما حاول على لا ما خمن التخمين الصحيح. هو على ما يبدو فايز كان فكره انه هو اللاعب يلعبها في الجهه اليمنى, هي زاويه الحيطه. هي زاويه الحيطه وغالبا الكره تلعب في زاويه الحيطه. ايوه هي زاويه الحيطه وبعد نفس الشقاقه عنده مهاره عاليه يعني يلعبها بطريقه. ايوه ضربه مثل ما تفضل. لكن فايز كان ممكن يحاول ضربات الحره مباشره خالد وايد مهم جدا انه يكون هيثم. هذه اللقطه هيثم الحضور الذهني الحاصل يعني شوف هذا اللاعب كم هدف سجل هذا الموسم هذه الطريقة. اسمعني احنا سؤالنا عن فايز. اسمعني فهو كان يفترض انه يتوقع فعلا الحركة. أيوة. يعني حقيقة لكن هو يعني اليوم فايز يعني الدفاع احنا شاهدناه مو فقط اللومة له, فعلا هو يتحمل
من بري من هذا الحال كان هو اللي مساعد يعني دفاع الفريق يعني ضعيف جدا الدقيقه 40 اللقطه اللي كانت في الدقيقه 40 على اساس بعد ذلك نشوف اللقطه الثالثه ومتحول للمباراه الثانيه اللي هي المباراة المنقولة طبعا كانت صحار ومباشر. شوف اللقطة الثانية دقيقة 40 يعقوب عبد الكريم ينفرد ويعني صار التحام بينه وبين هذه اللقطة محمود اليوسف، وعلى فكرة من خلال الإعادة يعني أخشى من إصابة بالغة ليعقوب في الركبة، لأن بنشوفها بعد شوي. أتمنى أن يكون توقعي خاطئ وأن تكون الإصابة في مكان آخر، لأنه لاحظوا هذه اللقطة هنا، لاحظ الركبه كيف لفت بعد ذلك. محمد انا يعني الكره واضحه، شوف بين الاثنين دخول اللاعب، دخول يعقوب للكره، دخول الحارس للكره مش للكره. إيه بس ما ر... لا لا بس ما رفع رجل الحارس، لا بس مش للكره، دخوله مش للكره، الحارس دخل على اساس انه هو يمنع الكره من دخول. لاحظ اذا الكره كيف، اذا ما الكره مش دخوله للحارس، مش دخوله للكره، دخول انت الحارس تقول دخوله ليمنع الكره، والحين تقول ما دخوله. لا لا شوف، لو داخل للكره هو بيمد رجله للكره، لكن الحارس ما مد رجله، الحارس دخل بجسمه اذا على اساس انه اما الكره تصطدم في هذه هذه اوضح شيء. نعم تصطدم الكره في جسمه، وبالتالي انا اعتقد انه كان خالد ما دخل الكره، دخل وين بالكره بتخطف في الاسهل للحارس يدخل هذه الدخله، ولا بايده يشيل الكره ك ضرب الجزاء وطرد بعد بايده اللقطه خطيره. لا مش خطيره، خطيره مش خطيره في في 18. انا اشوف ضربه جزاء صح، ضربه جزاء وطرد، ضربه جزاء صح. انت محمد ضربه وطرد للحارس بعد، سيف جابري ضربه وطرد، ضربه جزاء وطرد، وتعمد فيها تعمد للحارس انه ما اتجه للكره اصلا، لو يجيب الكره بالخلف زتراني لازم كيف اقول لكم. بس الكره من الخلف، الكره من الخلف خالد، لو ضربه جزاء فعلا هذه النادي صاحب. والله ما اعرف كيف اصابه يعقوب، اتمنى بس الاخوه يوافون عن اصابه يعقوب ان شاء الله، نتمنى لهم السلامه. لا ان شاء الله، حتى هذه اللقطه هنا تخوف لف الركبه بهذه الطريقه، لكن يمكن اللي يساعد في الموضوع ان يعني القدم. هذه اللقطه خالد شوف شوف لاحظ، هذه اللقطه تجيب لك الوضع الصحيح للا الحارس كان فاقد الامل في احتواء الكره فوجه قدمه للاعب. طيب اخر لقطه كانت في الدقيقه 79، سيف الجابري طلبت اللقطه وانا اتابع بصراحه المباراه، استغربت ايضا من رده فعل الحكم. هنا العبد ينطلق وعزان عباس، يعني احنا انا خالد في كل يوم صرنا نتكلم عن هذه اللقطات. هذا ضرب متعمد بدون كره، لاحظ يرقى الى الطرد، هو رأيه ما عنده اصفر يعني. لا ضرب بعد مش بالرجل اليسرى، يعني ضرب متعمد للعب العنيف بالاخطاء السبعه اللي يستوجب باليمنى، اللي يستوجب حالات الطرد بالاخطاء السبعه، هذا من الاخطاء السبعه. شوف. انت حتى لو بغيت يعني تكون مساعد قريب من اللعبه ايضا، يعني ممكن كان يعني قريب الصراحه. شوف لاحظ يعني ابدا عزم مراحل الكره إيه؟ ابدا مراحل، يعني هو حاول الكره لكن العبد سبقه علشان الكره عادي فاول. السلام عليكم يا اخي، كان ممكن يعني يستفيد الفريق الاخر من حاله طرد صحيحه، كان يعني هذا اللي نقوله دائما خالد، بدينا احنا ما نريد نشد على الحكام ونضغط عليهم، لكن هذا مراحل مهمه جدا. طيب لازم تعطوا كل واحد حقه. طيب احنا نغلق ملف هذه المباراه ونتحول مباشره للحديث عن لقاء صحار وبوشر. صحار حقق فوز الخامس، بقى في المركز العاشر ولكن ب 27 نقطه، وسع الفارق الى 6 نقاط عن بوشر صاحب المركز الثاني عشر ب 21 نقطه، مع العلم ان صاحب المركز الثاني عشر يخوض مباراة ملحق 1-0 تنتهي عليها المباراة. محمد العاصمي 3 نقاط يعني أشبه بالست نقاط بالنسبة لصحار. أنا أعتقد أنه بوشر، تحدثنا بالأمس وقلنا أنه بوشر إذا أراد أن يستمر في إنقاذ نفسه يجب عليه أن يفوز في هذه المباراة. بوشر أخفق في الفوز في هذه المباراة، وبالتالي أنا أعتقد أنه وضعه صعب جدا، كون انه تتبقى له مباراتين امام فريقان يعني مستواهم عالي، اذا كان ظفار او صور. بوشر اليوم ما استطاع انه يتقرب من اقرب منافسين وهو صحار، وقلنا ان هذه المباراه بالنسبه له 6 نقاط، الا انه اخفق في الفوز بهذه المباراه. بالعكس ربما حتى لو تعادل كان يبقى على اماله نوعا ما، لكن انا اعتقد انه وضعه الان اصبح صعب، لانه ايضا هناك النهضه الذي يملك مباراه اقل منه، وبالتالي عنده 9 نقاط ونعرف قضية خصم النقاط. فبوشر الآن وضعه ما بين السقوط المباشر أو لعب المباراة الفاصلة إن استطاع.
ما مش مستحيل ولا نقول انه هبط ولكن نقول انه وضعه اصعب من باقي الفرق. حتى من راح يواجه سيف بالنسبه لبوشر النصر قلنا ولا لا ظفار وصور ظفار وصور اخر مباراه مع صور نعم. وبالتالي شوف هو الان من ضمن الفرق اللي موجوده في المؤخره هو الاصعب. النهضه يمتلك مباراه اقل والسويق اليوم فاز صحار بفوز ابتعد ايضا وصل الى 27 نقطه وبالتالي انت 6 نقاط حتى لو فزت في المباراتين انت توصل الى السويق وصحار وبالتالي فارق الاهداف ايضا ليس في صالحك انت وبالتالي اعتقد انه بوشر امله الوحيد هو النهضه او تعثر النهضه وكسب المباريات التي امامه ليلعب مباراه الملحق. على العموم هذا بالنسبه لي لوضع بوشر. صحار اليوم اعتقد انه ثبت نفسه بشكل ربما ما نقول كبير او نهائي ولكن اليوم خطوه بالنسبه له جدا خطوه كبيره لانه ترك الفريق اللي بعده في خلفه وصعد الى 27 نقطه بانتظار مباراتين متبقيتين للفريق استطاع انه لو يكسب منها 3 نقاط من المباراتين هو في خلاص نعم في في, في يعني في مأمن في السليم في مأمن الا اذا حدثت مساله النهضه ويرجع 6 نقاط هنا ايضا صحار قد يجد نفسه الفريق الذي يلعب مباراة الملحق. طيب هيثم بالنسبة ليعقوب عبد الكريم طبعا نوجه تحية للدكتور منصور أخصائي العلاج منصور الزعابي. اللاعب تعرض لكدمة قوية في الركبة وبالتالي راح يغيب حوالي 10 أيام عن الملاعب ونتمنى له إن شاء الله ليعقوب الشفاء العاجل. هيثم المباراة الأخطر في هذه الجولة والأهم. بالفعل يعني يمكن أثار محمد موضوع مهم هو موضوع الست نقاط. يعني الآن فعلا الست نقاط هذه ما هي مصيرها؟ هل هي لأنه ستؤثر بشكل كبير حتى على صحار؟ هذه النقطة المهمة طبعا. يمكن يوم أمس تحدثت على أنه صحار هو الأقرب للفوز في هذه المباراة منها لعوامل عديدة رغم أنه يمكن غاب عنهم لاعبين فعالين ولاعبين مؤثرين أبرزهم المعتصم الشبلي لكن يبقى الفريق عندما يلعب على أرضه وأمام جمهوره اللي فعلا هو داعم كبير وأساسي للفريق وهذا ما شاهدناه ولمسناه اليوم أيضا في هذه المباراة المهمة جدا ومثل ما تفضلت خالد أنه هذه أهم مباراة اليوم اللي احنا تابعناها حقيقة. فريق نادي صحار كان هو الأكثر سيطرة على مجريات المباراة الأكثر وصولا لشباك الحارس الذيب أيضا أضاع أكثر من فرصة. عبد الله الشبلي تألق في مباراة هذا اليوم كالعادة لاعب يمتلك سرعة كبيرة وحقيقة كان ورقة رابحة لمدرب الفريق ثار عدنان. تألق معظم لاعبي الفريق حتى المحترفين في نادي صحار اليوم طبعا طاقم التحكيم أنا بالنسبة لي يعني ما وفق حقيقة في هذه المباراة مع تقديرنا للحكم وأيضا مساعدي وإحنا شاهدنا يمكن حتى كنا جالسين أنا وزميلي هلال نتابع المباراة خصوصا في الشوط الثاني كان هناك حالات ضربة جزاء نعم بنشوف يمكن نعم سنشاهده بالنسبة لفريق نادي صحار لم تحتسب. شوف هذه الحالة لعبد الله الشبلي اللي كان نجم في هذه المباراة لكن ما مطلوب من عبد الله انه يعترض تصرف غير مقبول تصرف طبعا هذا اللي احنا يوميا نتحدث عنه. ليش سويت هذه النقطة؟ يعني ما اعرف حقيقة يعني حتى ذاك يعني شوف هو احنا اتفقنا انه هذه ربما تكون ضربة جزاء هذه حالة نعم شوف التدخل واللعبة وعلقنا عليها لكن ردة الفعل من عبد الله غير مطلوبة وغير مقبولة نعم في لا هو ولا أي لاعب. اليوم حقيقة يعني بوشر تحفظ كثير. طبعا هذه ضربة جزاء كانت واضحة يعني وضوح الشمس كرة بالإيد ومن عمل الدخول فيما بعد أيضا اكو حالات. نادي صحار اليوم حقيقة تألق في واضحة طبعا نعم في 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 جميع خطوطه استحق الفوز استحق الحصول على النقاط الثلاث المهمة جدا في هذه المباراة اللي كان بحاجة لها. اليوم يعني حد الموجودين في الملعب
رغم النقص، يعني النقص اللي حقيقة احنا تحدثنا عنه خصوصا المعتصم كان مؤثر، لكن مع ذلك سحار هو اللي تسيد المباراة، هو اللي أضاع فرص بوشر. اليوم رتم اللاعبين يعني حتى قبل أن يطرد المحترف اللي عنده، لكن ما ظهر بالمستوى اللي قدمه في بعض المباريات مؤخرا. يعني ما أعرف ما هي الأسباب، ربما يعني الإرهاق أو ما أعرف يعني، فما ما ما ظهر بالصورة اللي احنا نعرفها عنه. مبروك لنادي صحار النقاط الثلاث، وهارد لك لفريق نادي بوشر لخسارته المؤثرة جدا في مباراة هذا اليوم. نعم. طيب سيف الجابري. خالد، يعني اعتقد احنا تكلمنا امس عن اهمية هذه المباراة، انا اعتبرها هي جولة جولة الحسم فيما يخص المراكز المتدنية، المراكز الأخيرة، وكان مفروض أنه يصير فصل، ولكن اليوم الفصل هذا أصبح بشكل كبير لصالح سحار، وعطاء حقية كبيرة جدا في أنه يصل يعني يثبت نفسه في المركز السابق اللي كان عليه، بالإضافة إلى حصد ثلاث نقاط. اللي يصير أنه البوشر حقيقة يمكن اليوم فاجأنا صراحة، فاجأنا كثير بمستوى مثل ما تفضل أخوي هيثم، يعني ما كان الفريق اللي نحن دائما نمتدحه ونشوفه كفريق مقاتل وفريق عنده الرغبة الشديدة، أو الفريق اللي ممكن أنه يرجع للمباراة. سبق أشدنا فيه أنه رجع في مباراة كان خسران 2-0 مع فريق قوي الخابورة، توقع مباراة الخابورة ورجع ورجع للمباراة وكان منقوص العدد. اليوم يمكن هو كان منقوص العدد نعم في فترة زمنية، ولكن قبل لا نتكلم عن نقص العدد في بوشر خالد، الفريق لم ما أعطاك يعني في تخوف، تحس انه هل هذا الخوف هو مبني من الجهاز الفني وبالتالي اعطى هذا الاسلوب وهذه الطريقه؟ لا نعلم. هل اللاعبين يعني ما تعودوا على هذه الاجواء وخوفهم من الرحيل من دور الاضواء عمل هذه اللبكه الكبيره في الفريق؟ الفريق اليوم ما قدم حتى يعني في عمليات كثيره، ما شفنا الجمل الفنيه اللي قاعدين نشوفها دائما من بوشر، شفنا حتى في حالات يعني خشونه زائده وكثيره في المباراه، ما كنا نتمنى هذا الشيء يحدث. صحار لا، صحار تعامل مع المسألة أني أنا يجب أن أحصل على الثلاث نقاط أيا كانت الطريقة، حصل عليها من خلال ضربة جزاء واستمر في المحافظة على هذه النتيجة، وأيضا أضاع فرص كثيرة صراحة في المباراة خالد. صحار كان ممكن أنه يعني يزيد من 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 عدد الأهداف في المباراة ويصل 3-4 أهداف كان بالإمكان. وكذلك بوشر يمكن حتى في ظل نقص العدد كان في يعني لقطه في اخر المباراه كان ممكن يرجع حتى المباراه ويتعادل يعني، ولكن بشكل عام صحار كان الافضل. صحار مدعوم بالجماهير التي يعني حقيقه هي اللي عملت اثراء لهذا الموسم، اللي اعطتنا الميزه الاضافيه في دور المحترفين لهذه النسخه الثانيه. اعتقد الميزه الاضافيه اللي شفناها على مستوى ما خارج المستطيل الاخضر هو الجمهور، جمهور صحار خاصه. فبالتالي صحار عطفا على الاداء اللي قدمه يستحق الفوز بمباراه اليوم. بوشر هارد لك مثل ما تفضل اخوي محمد، انا ما راح ازيد في قضيه الحسبه، ولكن بوشر الان يعني لو حتى فاز في كل مبارياته خالد الثنتين اللي باقين علشان يروح لصحار والسويق، يجب ان يخسروا كل مبارياتهم صحار والسويق علشان يتساووا معاهم فقط في حسبة الأهداف، وهذا هذه عملية راح تكون أعتقد أنها صعبة جدا، إن خاصة أنه عنده مباريات صعبة. بالنسبة للنهضة قد ينتظر القرار في أي لحظة، إذا ما حدث قد يبتعد عن هذا المسألة وراح يترك دوامة الهبوط، راح لو في دوامة الملحق في حالة أنه النهضة أخذ الست نقاط، أنا أعتقد بوشر سيذهب تلقائيا مع السيب إلى الدور الدرجة الأولى. وسيتم الصراع في المراكز الثلاثة اللي هي صحار والسيوق والنهضة على مركز الملحق. طيب هلال بشكل سريع عن هالمباراة لأن الوقت يمضي، ومعنا ثلاث لقطات أيضا بالنسبة للمباراة ومباراتين أيضا. طبعا راح نتحدث عنهم بشكل سريع. مبروك لصحار، هارد لك لبوشر، ولكن اليوم من قريب يعني أنا أتفق مع سيف في كل ما قاله صراحة، ومع كل الأخوان في كل ما قالوا عن هذه المباراة. اليوم صحار كان أفضل، ولكن المباراة ما كانت هذيك المباراة اللي مستواها العالي، الفريقين ما كان مستواها عالي كثير. المشكلة اليوم اللي حصلت يعني صحار عرف إيش اللي يريد من المباراة، كان مركز أكثر، كان يعني ما كانت فيه استعجال في 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 الجوانب الهجومية. أنا ما أريد نفس الشيء أخسر هذه المباراة كبوشر
كصحر ما اريد اخسر، لازم افوز هذه المباراه للاسف. وخاصه بوشر، نعم يعني بوشر صراحه فقدوا التركيز الذهني، برغم ان الهدف يعني كان في وقت من بعد الهدف، ونتيجه 1-0 انت تقدر تعوضها، والفريق يمتلك لاعبين، ولكن دخلوا في النرفزه يعني اول مره اشوفها من اللاعبين. كان هناك في طرد نرفزه غير عاديه، خلاص خرجوا من جو المباراه، وهذا اللي كان يريد صحار كان بامكانه. بس هذا يعتمد على ايضا المدرب، كان المفروض يتعامل مع زيلكو. لا انا عندك يعني، ولكن اللاعبين اليوم اللاعبين يعني كلهم اصحاب خبره، اللاعبين سبقهم قدموا دور المدرب، يعني اصحاب خبره مفروض دور المدرب يعني كيف يعيدهم لاجواء المباراه. انا اتفق معك، ولكن في ارضيه الملعب انت كلاعب نفس الشيء، اليوم لاعبين خبره عندهم بوشر يعني هم خرجوا يعني في ضرب، في احتكاك، في التعب، في نرفزه غير عاديه، فاجات يعني شفنا السيب اللي هو في وضع اسوء ذهب للهبوط، وما شفنا هذه العصبيه والنرفزه هي اللي ضيعتهم يعني. انا في نظري يعني الحكم صراحه كان رؤوف فيها، حتى والله احد الفرص اللي تعاملوا بشكل جيد مع المباراه، بس الحكم يعني اخطا اليوم شيء غريب. طيب احنا عشان الوقت ممكن نشوف الدقيقه 43، ثلاث لقطات طلبنا، 43 46 و3 و60. نبدا الدقيقه 43، تسلل محتسب ضد نادي صحار، حتى الكره لو لم تكن هدف ولكن ناخذها ك جانب. والبداية عندك محمد العاصم، عاد انت عندك اوفسايد مرة. هذا محمد ما يحتاج لقلاصات هاي لقدام محمد هذه ايوه واضحة ابو تركي، يعني المدافع حتى حكم المباراة واقف في موقف صحيح، صح مساعد، برافو المساعد صراحة، هذا اللقطة موقف صحيح، برافو المساعد. سيف جابري يعني واضح انه ماخذ خطوة للامام، ماخذ خطوة للامام. طيب نشوف اللقطة الثانية، اذا هذا كانت لقطة دقيقة بين المساعد الاول في المباراة. دقيقة 46، خلاص هذه اللقطة نفس اللي قبل شوي، لقطة دقيقة 46 سيف الجابري، طلبت انت هذه اللقطة في دقيقة 46 لكابتن نادي صحار اللاعب أحمد أبو حلاوة. شوف هذا الموقف خالد، هذا الرجل اللي فاجئنا دائما في كل مباراة، صحيح بصراحة يعني معادل. مثال يحتذى فيه هذا اللاعب يعني، أتمنى شوف كل اللاعبين مش على فكرة في أكثر من اشتباك يعني هو اللي يدخل. تخيل الموقف، فريق 0-0، صحار محتاج المباراة في نهاية الشوط الأول، فريق مضغوط، وتخيل الموقف اللي قام فيه هذا الشخص، هذا لاعب حتى بعد ذلك أغلق زجاجة الماء يعني الطريقة. إيش من الأخلاق هاي اللي نتمناها نشوفها في ملاعبنا أكثر من كذا؟ يعني هذا يرسم لك ملحمة صراحة أخلاقية رفيعة جدا، نتمناها تكون في كل لاعبينا. ما نتكلم عنه كون أجنبي، هو مش أجنبي، هو عربي منا وفينا، نعم صحيح. لكن يرسلنا رسائل إيجابية مفروض كل لاعبينا يحتذوا فيها. كرة القدم هو في النهاية أنت راح تترك درس صراحة، درس هذا هو حتى الدليل على رسالة، هو رسالة يعني، نعم. حتى إدارة نادي صحار أعطته كابتن، صحيح هذا دليل على أخلاق عالية، قائد روح قوية، عنده صفات الغاية. كل التحية صراحة خالد للرجل هذا، في كل مباراة يفاجئنا بشيء. على فكرة في لقطات أخرى سيف، اللحظة اللي صار فيها التحامات ومحمد تقي وغيره، هو كان بالضبط يعني يتدخل ويفصل، حتى ألغي عليه هدف في مباراة أتوقع يعني بداعي الجزمة، ولا شعر في لقطة بعد. أنا أتمنى لو كنت جبتها، سعيد الغداني لما سقط إصابة، احمد ابو حلاوه يعني تكرمه يشيل الحذاء ويشيل الجوارب لسعيد الغداني تصرف ويجلس معاه لحد ما يدخل الاخصائي. حقيقه شهادتنا في مجروح في نقطه ابو حمد، لان انا يمكن في الاستوديو التحليلي كنا كثير ننتقد احمد ابو حلاوه في بدايات الموسم، في بدايته نعم في بداية الموسم، نعم. لكن حتى على المستوى الفني أحمد، مش بس على المستوى الأخلاقي، حتى المستوى الفني والأخلاقي تطور، صحيح. نزل وزنه، كان عنده ربما وزن زايد، لم يكن جاهز بدنيا، نعم. بشكل جيد، فكانت عنده أخطاء بداياته، ما كانت بشكل مثالي، ربما حتى صخرة في دفاع صحار وقائد حقيقي في طيب. مباراة من مباريات سقط من الإرهاق، نعم. إذا كنت تذكر مباراة شباب نتيجة 4-4، سقط في نهاية المباراة من الإرهاق نتيجة المجهود اللي بذله، سجل هدف، وقام يلعب يكمل المباراة، رفض يخرج من المباراة، نعم. طيب دقيقة 63 وهناك شك في ركلة جزاء، هذه اللقطة، وهيثم خليل نبدا عندك. هذه انا شاهدتها بالحال، ضربه جزاء، كره قدم، ضربه جزاء واضحه. لا شوف 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 انت كيف الدخول، ويعني محمد عيان، اي محمد عيان، اسقاط بالفعل من تدخل الغير، يعني صراحه هذه ليست كره قدم بالصراحه، نقول هذه ليست، انا ما اعرف كيف ما احتسبت ضربه جزاء هذه، ما اعرف، انا ما اعرف ممنوع احتساب ركلتين في المباراه،
بالمناسبة محمد عياد هو احتسب عليه ضربة جزاء دخول صراحة ورفع إيده بطريقة غير صحيحة وكان عنده إنذارة. نعم. الحكم يعلم انه عنده انذار ما اعطاه ما 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 بالفعل يعني الكره لا ايوه يعني فيها انذار اوكي مشاها الحكم باب انه يعني احتسب ضربه جزاء وممكن يعني قصد النيه وغير النيه لكن ايده تحركت طبعا وارتفعت عن مستوى الراس بشكل كبير. شوف جات هذه اللقطه بعدها لكن من اللي ساعد الحكم في هذا الموقف هني؟ الحكم الان خلف اللعبه طبعا المفروض هو مغطين اللاعبين المفروض المساعد يعني ساعده في هذه اللعبه شوف اللاعبين المساعد واضحه للعبه تكون المفروض لانه خلف اللعب حتى اللاعب اللي جاي من الخلف شوف لاحظ اللاعب اللي جاي من الخلف النيه ماله يعني اللاعبين الاثنين كلهم دخلوا بتهور حتى اللاعب اللي جاي من الخلف كان عنده نيه الضرب انه يسقط اللاعب اللاعب اللي جاي من الخلف عرقله محمد عياد ايوه محمد عياد لا لا ترى بقول لك لكن حتى كان ممكن ايوه ضربهم هم الاثنين هذه طرد عموما يعني الشيء اللي نحن الاخطاء ايه القصد نعيد ونكرر الاخطاء علشان نقول يا حكام ننتبهوا طبعا راقبوا المباريات حساسه امس قلنا هالكلام تذكر خالد وقلنا مباراه مثل صحار وهذا ما تقبل القسم على حتى على فكره اللعب اللي قبل ما عبد الله حكام مجيدين صراحه صحيح. محمود حكم جيد يعني لكن لازم نركز حتى اللقطه اللي قبلها اللي هي كانت مال عبد الله الشبلي في شك كبير انها بلنتي ولكن احتجاجه بصراحه خالد. يعني احتجاجه دقيقه 50 كانت اي دقيقه 50 طيب راح ناخذ تويتر جاهز ناخذ تغريدات وبعد ذلك نتحول لمباراه الشباب والسويق وظفار والعروبه ناخذ حاليا تويتر وان كان هناك جزء اخر ناخذه في نهايه الحلقه يعقوب القرطوبي مبروك للمصنع وإن شاء الله الموسم القادم يكون التفكير في اللقب أبو حواء مبارك لصحار الفوز وشكرا لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أوه سواها الأخضر وتحية جماهير صحار الوفية عاد ما كررنا الأو ثلاث مرات وائل الشكيلي أهم شيء أن نادي صحار يبقى وبقاء السويق مهم محمد المزيني صحم لا جديد دفاع شوارع رايح جاي ومحسن جوهر يستاهل أن نرفع له القبعة بالفعل يعني محسن قاتل في مباراة اليوم خميس الهندسة شكرا لكل من ساهم في فوز السويق على الشباب مبروك السويق هارد لك الشباب محمد البنوشي مبروكين لأهل صحار نبارك عليكم النقاط الثلاث والقادم أفضل وتحية للاعب كوراج الذي قدم مباراة جميلة تليق للجماهير كوراج طبعا سجل من ركلة جزاء رائد العلوي نبارك لنادي صحار بفوزه بدرع الوزارة لكرة الطائرة وشو تعليق هيثم خليل على جمهور صحار في المباراة لأنه كان حاضر في الصالة أوه هيثم حاضر مباراة الطائرة أوه لا 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 ولا قال رائعين في الطائرة والقدم صحار فقط يستحق أن يكون في الدوري الممتاز أما اللاعبين فلا تعليق كيف يعني كيف فلا تعليق يا الغيثك يعني ترى هم اللي خلوا الفريق في هذا المكان هم اللي صعدوا الفريق بهذا المكان يعني فأتمنى يعني ان احنا نقدر اللاعبين اكثر ونتفهم ظروفهم ايضا اي وكفوا عليهم نعم علي المقبالي السلام عليكم خالد وجميع طاقم البرنامج مبروك لصحار الفوز اليوم عبد الله الشبلي ازعج مدافعين بوشر اليس افضل من روبرتو باهيا المهاجم على فكره ما سجل تصور ولا هدف ربما ابو خالد الندابي نبارك للفائزين وهارد لك للخاسرين اليوم تفوتني الحلقه بخصوص متابعه الكتلان الممتعه سبحان الله الكلمه حتى ما عرفنا ننطقها مشكله القلب لا عامر الحضري للاسف الزعيم يتدهور الاداره اللاعبين واللجنه الاستشاريه والرئيس الفخري في عالم ثاني والشيخ علي الرواس وحده يصرف للنادي علي الشيزاوي صحار يخدم نفسه بنفسه ولا ينتظر خدمة من أحد وشكرا للجماهير الوفية وألف شكر للمدرب ثائر عدنان كل التحية أكيد للمدرب ثائر عدنان لهزم نادي السابق الكيوم أبو عبده نبارك للتماسيح الفوز في مباراة اليوم والحمد لله على عودة الكابتن عبد الله محيل لاعب خط وسط أخضر الباطنة بالفعل عودة عبد الله محيل اليوم أعطت قوة نعم في وسط الملعب علي العجمي صحار اليوم استاهل الفوز لكن سالفة 6 نقاط أعتقد الاتحاد ناوي يعمل مشكلة أكبر من اللي هو الحين عاملينها الله يستر
هذه كبيرة يا المارد. هدايا كثيرة مع برنامج مكاسب من عمان تل. احصل على مكالمات مجانا، الانترنت مجانا، رسائل نصية مجانا، تخفيضات على الفواتير، قسائم شرائية. مرحبا بك في عالم من المزايا مع برنامج مكاسب من عمان تل. للتسجيل اتصل على نجمة 224 مربع او تفضل بزيارة www.omantel.org. سيف الجابر في اقل من دقيقه عندك تعقيب؟ قول قول. لا ما عندي وقت ارجوك، معنا مباراتين خلصت الشارع السريع احنا. يلا شوف الملاحظه الاولى، عبد الله محيد نسيت اذكر هذه الجمله، عوده عبد الله محيد مثلت يعني قوه للفريق بصراحه. صحيح. عمل يعني عمل ربط في الفريق، تحس فيه ربط، تحس سحار اليوم في مستوى على مستوى خط الوسط، كان اللاعب مؤثر جدا. عودة حميدة لعبد الله محيلة، كان كنا فيه كلام كثير على انه فك العقد وخلافه، لكن عودة ظهر من إدارة النادي. حلو، تدخل جميل، تدخل جميل من إدارة النادي نحييهم عليه. صحيح. ثائر عدنان احنا قلنا امس امام تحدي صعب، نجح واعتقد فيه. هو نجح في هذا التحدي. نعم. نحييه ومبارك له، متى ما المدرب كان يعني كفو في هذه المواقف احنا نحييه ونقول له شكرا كابتن، قدمت لنا اليوم هذا النتيجة. نعم. الطيبة في المباراة وقبلت هذا التحدي، لأن كان مسألة ما سهلة عليه يعني يلعب مع الفريق اللي كان يدربه سابقا. نعم. ملاحظة الأخيرة خالد، في حد عمل تغريدة ما نسيت أرد عليها في البداية، لكن أقولها على وجه السرعة، أن احنا هني ما نجيب شيء من نسير. احنا اللي قريناه في قضية فنجة. نعم. وصحم والمدرب والأخ سعيد، كان قضية مكتوب من خلال أوراق يسنا نقراها، ما يسنا نقول شيء من نسير الخيال، لكن قضية أن نحن نتوقع أو ما نتوقع هذا شيء في داخلنا. نحن ممكن نشوف أنه السيناريو لم يكن بالطريقة التي ذكرت، لكن ما معناها أن أنا ضد سعيد. سعيد أقرب لي أنا من المدرب، المدرب ما عمري التقيت معه، سعيد صاحب وصديق وكذلك الحال، لكن نحن نتكلم عن ناديين، نعطي كل واحد حقه، لأن هي المسألة ارتبطت باسم الناديين الحين. بالضبط. المسألة ما بس تعدت أشخاص، صارت على اسم الناديين، فبالتالي ما عندنا شيء نجيبه من نسق الخيال خالد. نحن اللي نقوله بناء على معطيات نشوفها نحن، وأنا رأي واحد في النهاية، مش الرأي اللي برع المشاهدين قد يكون مختلف تماما. نعم. عني. طيب. كذلك الحال بالنسبة للزملاء. طيب هلال الشباب، ندخل في مباراة الشباب والسويق، خسارة تاسعة للشباب وبقى في المركز التاسع ب 29 نقطة، فوز سابع للسويق وبقى في المركز الحادي عشر لكن ب 27 نقطة. وليد عنبر وعبد الله كبوفي سجلا هدفي الأصفر، اللي كانت هناك مشكلة اللبس أيضا قبل بداية المباراة. نعم، يعني احنا ذكرنا من الأمس إنه الشباب يعني هو في من الفرق اللي في مأمن، يعني لما ذكرناه هو المصنع وصعب، يعني في مأمن 29 نقطة، يعني أنت في وضع جيد، وهذا اللي ساعدك تجميعك للنقاط في الدور الأول. اليوم المباراة هذه كانت في غاية الأهمية أنا في وجهة نظري، يعني للسويق تحديدا، إنك ترجع في هذه المباراة وتفوز 2-0 على 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 الشباب، هذه جدا مهمة. ولا تنسى إن الشباب عمل نتيجة يعني ما كانت سيئة بالنسبة للأسبوع اللي فات. نعم. بالضبط، فمعناته إن ترجع يرجع اليوم السويق وفوز المباراة وفي توقيت جدا مهم، وتوصل الآن إلى 27 نقطة، هذا عمل صراحة يشكروا على اللاعبين، الجهاز الفني. نعم. الجهاز الإداري يشكروا على هذا العمل. الآن يعني لو نظرا للسويق، هو يريد من المباراتين، هو متبقى له ثلاث مباراتين، السويق يريد ثلاث نقاط هو خلاص. نعم. ويمكن يحتاج النقطة من الست نقاط، يمكن يحتاج النقطة، وهذا راح يعتمد على النتائج، على النتائج الأخرى. ولكن كثلاث نقاط أنت خلاص، هذا يعني فوز اليوم جدا مهم بالنسبة للسويق. وهذه هي ابو حمد المشكلة، مش في الهبوط، هذه ترتبط عليه حصيلة النتائج السابقة. لا مش في الهبوط، هي في الهبوط هم اعتقد مثل ما تفضل. لا هم عدوا، نتكلم عن قضية عن الملحق. الملحق اللي الملحق. هي ممكن يعني شوية. نعم، هي الملحق ممكن تمسهم، ولكن يعني هذه الآن توصل 27 نقطة، أنت نعم. اليوم تجاوزت 80% بغائك في دوري عمان المحترفين. نعم. 70% أنت تجاوزت. صحيح. أنا في وجهة نظري كذا. محمد العاصمي في آخر سبع مباريات السويق ما خسر، جمع 15 نقطة من 21 نقطة ممكنة، يعني تعادل مع الخابورة والنصر وصور، وكسب ظفار والسيب
والصحار والشباب. أنا أعتقد أن السويق في الدور الثاني تعدلت أوضاعه بشكل كبير، واضح كان حتى من أدائه للمباريات. دليل أيضا مثل ما قلت أن 7 مباريات لم يخسر، رغم أنه خسر قبل ذلك 11 مباراة يعني. نعم، تغير شكل الفريق بشكل أساسي، وبعض العناصر واللاعبين الأجانب اللي انضموا للفريق أعطوا للفريق دفعة. عبد الرزاق خيري أيضا جالس يكون بدور ودور كبير يعني، وناتج عن خبرته ومعرفته بدورينا بشكل كبير، واللاعب العماني أعتقد أيضا الموهبة فرقت هنا. لاعبين السويق عندهم الموهبة وحاضرين لأنه تجهيزهم جيد من المراحل السنية، وبالتالي ربما كان عامل الخبرة في الدور الأول أيضا مؤثر على بعض العناصر. في الدور الثاني أصبحت العناصر يعني قادرة على أنها تمشي مع رتم المباريات، إضافة إلى مرة ثانية أقول أن اللاعبين الأجانب أيضا فرقوا في 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 فريق السويق، عودة أيضا بعد العناصر الخبرة كان لها دور في أنه السويق يستطيع أن يعني يبتعد عن المركز في في فترات ظل في المركز الأخير. مباراة اليوم إحنا ما شاهدناها وإيش اللي حدث فيها، ولكن أيضا الشباب يعني كتب سطر وترك سطر آخر مرة أخرى، فاز في مباراة ورجع مرة ثانية يخسر مبارياته، وأنا أعتقد أنه أيضا الشباب ما زال يعاني. السويق الآن ما زال في 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 الدائرة، ومرة ثانية بنرجع نتكلم عن 6 نقاط، لأن 6 نقاط ستضعه في 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 الفريق اللي راح يلعب مباراة الملحق. صحيح، وما بينه هو وصحار واضح أنه فرق الأهداف بالنسبة لصحار أفضل ب9 أهداف، لكن أنا أعتقد أنه ما أدري هذا القرار شكله راح يلخبط فعلا مثل ما ذكرت أحد التغريدات. نعم، أنه هذا القرار قد يعمل مشكلة، ومشكلة كبيرة في وحتى في بوشر في محمد، يعني بوشر يعني لو كسب 6 نقاط المتبقية ويخسر السويق مباراتين بيتساوى في النقاط تقريبا، لكن لكن الفارق السويق وصحار. نعم، لكن الفارق فارق الأهداف أعتقد أنه يصب لمصلحة السويق في هذه الحالة. هنا ما موضح عندنا الفارق، لكن حتى في هذه الحالة ما أدري إذا كان الفارق واضح، 6 للسويق اللي هو -6 للسويق، يعني تقدر حتى تلاحظها على طول يعني. نعم، هني الفارق حوالي 15 حسبة الأهداف أكثر. أيوة، و14 هدف. لكن شوف محمد، هو بس إضافة لكلامك، النهضة النهضة لو استرجع 6 نقاط وفاز مباريات الباقية يوصل 35 نقطة. أيوة، فبالتالي يبتعد كليا، لا شبح هبوط نهائي طبعا. لا احنا نتكلم عن الأندية، لكن اللي بيروح بعدين بتبقى اللعبة ما بين السويق وصحار والشباب. ممكن الشباب الشباب مستوى على فكرة، لا خلاص ممكن بوشر لو صعد الحين النهضة وغطوا هذه النقاط. أيوة، الحين هو بوشرح لازم يفوز كل مبارياته، وذيل الفرق تخسر كل مبارياته، كل مباريات. يعني لو هو تعادل مباراة بس الآن هو خلاص الآن خسر. هو بعدم إصدار القرار هو متضرر بوشر، لأن لا زال فيه لبصيص أمل. نعم، لا زال على الأقل في الملحق، فمعناته حتى الآن يعني العمل 6 نقاط هذه مبهمة بالنسبة له. بوشر يكون أكثر تضرر. أيوة، أكثر تضرر. بوشر ينزل مباشرة. أيوة، يعني في حالة إعادة النقاط بوشر بترجع مسألة الملحق في قضية اللي لازم يخسروا الفريقين ذي كل مبارياتهم ويفوز كل مبارياتهم. حتى الشباب معرض إلى أنه يلعب مباراة الملحق، لأنه في حالة أنه صحار وسويق كسبوا نقاطهم والنهضة 6 نقاط السويق والنهضة يوصلوا 33، هو 29 نقطة، وعنده أيضا مباراتين، وبالتالي حتى الشباب ما في زال في حالة رجع 6 نقاط في حالة رجع طبعا 6 نقاط للنهضة. شوف أنت كيف عواقبها هذه الموضوع، هذه القضية، هذه 6 نقاط راح تعمل قضية الموسم. قضية نعم، الموسم. ويا ريت الاتحاد يا ريت يحسم الأمر من الآن، لأنه تأخره هو جالس يزيد المشكلة أكثر وأكثر. يعني اليوم القرار أفضل من أنك تتخذه بكرة. وذكرنا هذا الشيء 1000 مرة في البرنامج. طيب نتحول لحديث لقاء ظفار والعروبة والتعادل الإيجابي 1-1، تعادل 9 لظفار، ظفار دفع 8-9 تعادلات يعني فقد فيهم 18 نقطة، بقى في المركز السادس ب36 نقطة، كان ممكن يتقدم وقلنا بالأمس أنه يملك فرصة للمركز الثاني. فيما هو التعادل الرابع لبطل الدوري لم يغير في الأمر شيء، سوى أن نقطة زادت في رصيد المارد. هيثم خليل. طبعا ظفار كان مطالب بالفوز، يعني مثل ما ذكرت انت الان خالد انه العروبة ما يتضرر اذا خسر، اذا فاز، اذا تعادل، وهو ما لا يعني لعب ايضا اللاعبين البدلاء ما كانت تعني الا المباراة اهميه، حتى وان كانت انه مباراة يعني هو حسم الدوري. نعم،
المشكلة هي على نادي ظفار، يعني يمكن أنا توقعت يوم أمس أنه ظفار سيفوز في المباراة، لأنه ظفار يعني الطريق ممهد أمامه لو أنه ما تعثر أنه يصل إلى المركز الثاني، مركز الوصافة، وهو حصيلة جيدة إذا ما كان خرج فيها. اليوم التعادل في هذه المباراة وعدم استغلال اللعب على يعني العروبة، لعب المباراة خارج أرضه، يعني شوف ظفار كان المفروض أنه يستغل هذه المباراة، يستغل النقاط الثلاثة. النتيجة مؤثرة بالنسبة له، يعني أنا أعتبرها أعتبر هذا التعادل مثابة أنه انتصار بالنسبة لفريق العروبة في المباراة. نعم. ما اعرف ما هي الاسباب، احنا ما تابعنا، ما ممكن تشوف هذا الشيء لان صوتك تلف على المايك. نعم يعني احنا انا يعني ما تابعنا المباراه، كل ما تابعناها حاله من حاله. نعم شوف يعني هو العروبه ايضا هو اللي كان متقدم في هذا اللقاء، ناصر شميلي، ونشوف احنا العناصر موجوده، يعني حسن مظفر، ناصر الشميلي دائما عن طريق مظفر هو اللي نعم شوف سيار ناصر راسيه جميله راسيه كمل هيثم علم. فعموما يعني انا اشوف ان النتيجه انه ليست بمصلحه نادي ظفار في هذه المباراه، وخسر بهذا التعادل، لانه ايضا الفرق الاخرى المنافسه، يعني يوم يعني بالنسبه للمنافسين نادي النصر في المباراه لو انه فاز يعني انقاذ جميل من الرياض الصراحه، سيرفع رصيده، وشوف فبالتالي نعم رياض سبيت فعلا ممتاز من 90 شل الكوره، نتيجة غير مقبولة يعني. طيب هلال الحديث عن هذه المباراة والعروبة، تصور نستفاد أن راح بعض اللاعبين، وبالنسبة للظفار حسب اللي وصل لنا هاني الضابط هو من سجل هدف التعادل. نعم يعني هو شوف العروبة استفاد حاجتين في هذه المباراة، حتى اللاعبين اللي ريحهم هم يعني ريح كانوا أهم لاعب، نعم. هو عنده، ولكن اليوم قدر ينعيد فيرجع نفس الشيء، فهو نفس الشيء هذا يعني عطى فرصة لبعض اللاعبين اللي هم في الأساس احتياط، وهذا يحسب له، لأن أنت لما يكون في عندك خيار ثاني هذا يحسب لك، لكن المشكلة اليوم للمرة الرابعة ظفار يضيع الفرصة على أساس أن يكون من ضمن الفرق المنافسة، هذه المرة الرابعة ظفار، شوف يعني ظفار يعني شيء كيف محمد العاصمي شفت واضح ها محمد العاصمي ما تسلم خبير التحكيمي مش تسلم يعني هذا شيء يعني صراحة مفروض تكون ردة فعل لاعبين نادي ظفار يعني أفضل من احنا نتكلم في العموم كنتيجة 1-1 يعني مفروض هذه يعني فريق العروبة يعني حايز على بطولة الدوري أكيد ما بهي الرغبة الأكيدي إنه يغاتل على أساس يكسب الثلاث نقاط، بالعكس حصل لاعبين متخوفين عن الإصابات وغيرها، حصل يعني فالمفروض كان ظفار يغتنم هذه الفرصة وياخذ نتيجة المباراة، لأنه كان بيكون وضعه بشكل جدا مريح وكبير في انه من ضمن الفرق المنافسه، وممكن تحصل على فرصه في مشاركه خارجيه او ما شابه او واحد المراكز الثلاث. فاليوم الظفار للمره الرابعه مثل ما قلت لك خالد يضيع الفرصه، يعني ما اعرف ايش حتى الان، يجب هناك يكون في يعني العمل او منهجيه العمل يجب انها تكون في مصارح ومكاشفه من الاداره مع اللاعبين. اليوم الاسماء موجوده، اللاعبين يعني موجودين وعلى مستوى، اذا ايش المشكله اللي يعني بهذه صراحه شيء غير يعني. بالامس احنا تكلمنا عن الظفار انه هناك مثلا الاداره متابعه، كل الامور مسيطر عليها، كل الامور منفذه بالنسبه لاحتياجات الفريق، ولكن يعني تكلمنا عن جزئيه المدرب في بعض المباريات. اليوم حتى نشاهد بعض الفرص، يعني فرص كثيره ضاعت، أيوة يعني انت ايش تريد هذه الكره، ايش تريد تستلمها وبعدين، يعني شيء حاجه عجب صراحه، يعني يجب ان اللاعبين بعد نفس الشيء يساعدوا انفسهم ويساعدوا اداره النادي وجماهير النادي. يعني اليوم اللي يلعب في الظفار ما انت جالس تلعب في نادي كبير، اذا ما تحترم تاريخ هذا النادي يا اخي لا، يجب انك انت كلاعب بعد تحمل مسؤوليتك اتجاه نفسك، اتجاه النادي اللي تلعب فيه. اليوم انت تلعب في نادي كبير، بس يا ابو حمد احنا اليوم نلوم اللاعبين صراحه، كم فرصه الحين انتم يا جماعه من شو يعني هل نلوم اللاعبين بالدرجه الاولى في 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 في, في ما, ما يحدث للنتائج اليوم؟ ما لازم ناخذ وضع ظفار هذه المباراه ونشاهد هذه الفرص للمره الرابعه تجي مثل هذه نوعيه الفرصه، ان ظفار يكون في الثاني ولا في الثالث؟ الاول كان جات الفرصه الاول مش الثاني، يعني شوف قيمه اللاعب، بس سمحوا لي محمد، نعم. محمد وهلال شوفوا الهدف، شوفوا الفرص اللي ضيعها ظفار، فرصه واحده شوف الفرص اللي ضيعها ظفار، وشوفوا خبره السنين كيف عملت،
وحده والثانيه بس تنسى دور حسين الحضري لا اي بس, بس, بس ابو تركي ابو تركي معلش لكن لا لو لو في اعاده للقطه دفاع العروبه جالس يتفرج على على الكره يعني واقف في خط واحد وهاني يتصلح الكرة ويلعبها ولا في اي مضايقه ما, ما في رد رده ما في رده فعل يعني شايف لا هاني ضرب التسلل هاني ضرب التسلل لا غير غير التسلل الهدف وحتى كم كم لقطه دفاع العروبه جالس يلعب باداء غريب صراحه في ظل الفرص بس انا اشوف التدخل لعبه خطيره بس انا اشوف من خلال لقطات خالد حسين الحضري نجم المباراه وظفار ضيع فرص كثير عموما يعني لكن خالد وضع كثير ظفار نعم اسمح لي طموحات ظفار احنا ما نريد نحكم اليوم على ظفار من مباراه اليوم بس لا بس اني واضح لك ايوه في 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 ضياع فرص لكن انا ما احمل اللاعبين بالدرجه الاولى وصول ظفار الى هذا المركز لا في عمل جزء من المشكله ايه ما بيكون كيف ما تحمل يعني هاي الفرص اليوم يعني اليوم اليوم مباراه اليوم لكن احنا اليوم نتكلم عن دوري خالد كامل ما نتكلم ليش ليش يعني اليوم انت ما تحملهم شوف محمد لما يفوز اليوم لو فايز غير ولما يغلبوا في شماعه 38 مع النصر ومع فنجة حلو صح وصور متقدمه عليهم المباراه يعني بكل برود اللاعبين اليوم لو كان عندهم شوي يعني يعني إصرار. مش كل الاداره ترى التركيز التركيز في الفرص اللي انهدرت اليوم 20 فرصه يعني انت رئيس نادي عن مباراه اليوم انت رئيس نادي وابو حمد مدرب واحنا كنا لاعبين ومدربين وربما ايضا في ادارات وخالد مدير فريق هل تعتقد انه اليوم لا انه في لاعب يعني يريد يدخل المباراه ما يفوز في المقابل اللاعب يوصل الى مرحله انه كيرلس يعني ما مهتم اذا فاز او لا ليش هل يوصل فيها في اي لحظه لا بس لازم محمد لازم نحمل اللاعب يعني حارس يمسك الكره وتطيح ميدان حق المهاجم ويسجلها بعدين نقول والله ما من اللاعبين محمد شفت طيب خلونا نشوف التغريدات عندوني شباب على علشان الوقت شباب بنشوف التغريدات وبعد ذلك نذكر بنتائج مباريات اليوم ومباريات الغد نتعرف عليها عمر القرطوبي يا كيف ترتاح وتعيش أيامك من خلفك الصوت والخابوري قدامك معا من أجل النقاط الثلاثة أمام فنجة وتكرار سيناريو فوز الذهاب تغريدة جميلة يا القرطوبي تسهيل المهري الدوري صار أحلى وشيق العريبي أتوقع فوز سهل للنصر وفوز فنجة بالتوفيق للجميع طبعا هذه توقعات عن مباراتي الغد زايد بني عرابة أتمنى استمرار نتائج الطيبة والفوز مطلب الجماهير الفنجاوية والثلاث نقاط تقرب الفريق إلى مركز أفضل في الدوري على الأقل مركز الموسم الماضي يا زايد الوصيف أبو صدام السيب بدون أي هدف سيلعب بدون ضغوط وأتوقع السيب سيفوز بالأولمبي لإثبات قدراتهم أمير الجنوب بالتوفيق أنا أتمنى مثل التغريدات هذه أن يكون فيها اسم يا يكون الاسم موجود يا التغريدة ما تنزل لو سمحتوا لأنه ما يصير إحنا نأخذ كل ألقاب بالتوفيق لنادي النصر ما زالت الفرصة قائمة للمركز الثاني أبو سيف الجابري مالك بن سيف بن صالح الجابري إلى كل سباب غدا ستغادرون دوري عمان تل لكن أمامكم مباراة أمام الريان ستوصلكم لنهائي الخليجية رسالة جميلة يا مالك نتائج مباريات اليوم شو هالابتسامة سيف الجابري هنا نتائج السويق يكسب الشباب 2-0 المصنع يكسب صحم 2-0 ظفار والعروبة التعادل إيجابي 1-1 وصحار يكسب بوشر بهدف دون مقابل وهنا تذكير بجدول الترتيب بطل الدوري أولا ب 49 نقطة صور في المركز الثاني ب 40 نقطة النصر وفنجة ب 38 نقطة في المركزين الثالث والرابع وأما المركز الخامس نادي الخابورة ب 37 نقطة في يوم الغد طبعا مباراتين الخابور راح يستضيف فنجة في صحار والنصر يستقبل السيب في مجمع السعادة خلاص اليوم حاضر
منتظرين يا مخرجنا اليوم. نعم صدقت عاد ساعة من دخلنا اليوم. طبعا مباراتين في يوم الغد، مباراة وصارت تعديل في توقيت مباراة النصر والسيل، صارت المباراة الساعة 7:15، وهذا تعاون أيضا من إدارة نادي النصر لهم جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لنادي السيب في العودة مبكرا. ما أدري في فاصل إعلاني قبل أن نختم عادة أو فاصل بدون. أما المباراة الخابورة طبعا هذه المباراة راح يتم تسجيل للنصار، في البداية كان مفروض نقل مباراتين ولكن بعد التعديل طبعا أهمية مباراة النصر والسيب ربما ومن خلالها يعني هي الأمور خلاص تقريبا حسمت في مسألة هبوط نادي السيب، اللي كانت التغريدة أيضا يعني كانت رسالة جميلة، التحضير لمباراة الريان والتفكير في الوصول لنهائي الخليجية وبعد ذلك الإعداد لموسم قادم ومحاولة العودة من لكن جديد. لكن مباراة الخابور وفنجة يعني مباراة الأسبوع أهم هي طبعا، يعني مباراة الأسبوع ومباراة بتكون نارية بكل الأحوال من نعم. تقارب المراكز صحيح بينما مباراة النصر والسيب محسومة. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المباراة نازل يعني. نتمنى هالشيء ممكن تكون نتمنى إن شاء الله مباشر بنتأكد وراح نوافي أيضا المشاهدين الكرام من خلال تويتر. هلال الخيري محمد العاصمي شكرا لكم. شكرا ابو تركي بضايق ابو تركي وهذه الابتسامه معروفه من محمد العاصمي. سيف الجابري وهيثم خليل لكم جزيل الشكر. كل ما اشوف محمد العاصمي ريال مدريد يخسر ان شاء الله بكره وبرشلونه يفوز. اليوم فاز برشلونه وانت طلعت حاضر نهائي الطائره حاضر ايش المشكله؟ ولا قلت لنا ولا يعني بس كذا نسمع انك من خلال التغريده يعني معطيه هديه. ايش المشكله؟ ايش المشكله؟ استمتعت بالمباراه؟ بس عنده ميول لانه يعني علق استمتعت بالمباراة، استمتعت بالجمهور. ايفون جديد حصل اخر موديل هو معلق كرة طائرة ولا معود لي صدقون انت طيب عشان الوقت. عموما اكيد استمتعت اكثر باللاعب البرازيلي ايضا المحترف في نادي صحار وما شاء الله كرات الساحقة لا تصدق كارلوس ولا ترد من شوية عنده وزن. احنا وصلنا للختام، بكرة ان شاء الله نلتقي تمام 11:00 مساء راح نتحدث عن مباراتي الغد او خلينا نقول اليوم واختيار الافضل رغم ان اكيد عدد المباريات اللي شاهدناها معا هي مباريات قليله لكن حسب ما شاهدوا الاخوه راح يتم اختيار افضل لاعب وهدف وحارس ومدرب وفريق وجمهور. فهذه تحياتي وتحيات جميع افراد طاقم عمل البرنامج. الى اللقاء.